الله بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من الظهيرة على إخبارية التلفزيون الجزائري. ملفنا الأساسي اليوم نتحدث فيه عن العلاقات الجزائرية الموريتانية بما فيها التعاون الاقتصادي والصحي. الفضاءات والتحسيسية بأهمية التلقيح متواصلة ضمن الحملة الوطنية الكبرى، والمحطات الإخبارية والسياحية والاقتصادية والرياضية حاضرة في الظهيرة. ابقوا معنا. تشهد العلاقات الجزائرية الموريتانية ديناميكية جديدة لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، انطلاقا من توافق كبير في المواقف والرؤى وإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم التقارب بين الشعبين أيضا. هذا وتأتي زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تأتي لتبرز الاهتمام الكبير بتطوير وتعميق العلاقات الثنائية هاته. للحديث والنقاش والتفصيل أسعد معكم في البداية مشاهدين الكرام باستضافة كل من السيد عبد اللطيف هواري مدير فرعي لمتابعة دعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات. أهلا بكم أستاذ، شكرا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. نرحب أيضا بالبروفيسور عبد المجيد قدي الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي. أهلا بكم بروفيسور. مرحبا بكم، شكرا لكم. إذا العلاقات الجزائرية الموريتانية، لو نتكلم في البداية بروفيسور عبد المجيد قدي بلغة الأرقام، إحصائيات. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود بعده لنلقاكم. إذن مشاهدينا الكرام، الدكتور عبد المجيد قدي، حديثنا عن العلاقات الموريتانية الجزائرية الاقتصادية، منها حديث بالأرقام. أرقام الجمارك الجزائرية تحدثت عن ارتفاع بما قدره 205% من الصادرات الجزائرية خلال فقط الثلاثي الأول من السنة الحالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هو في الواقع يعني اليوم أن العلاقات الجزائرية الموريتانية إنما تشهد ديناميكية كبيرة. هذه الديناميكيات يعني تؤشر عليها الأرقام التي أشرت إليها وتفضلت بها، وكذلك أيضا موقع يعني التبادل التجاري الموريتاني، بحيث أن التبادل التجاري الموريتاني يكاد يمثل 20% من التبادل مع القارة الإفريقية، وأن الجزائر تعتبر ثاني ممول بالمنتجات بالنسبة لموريتانيا. وأفاق هذا التطور أنها ما فاتئة تكبر بالنظر إلى يعني إلى الإرادة السياسية الموجودة لدى البلدين، وأيضا سعي الجزائر إلى التوغل في إفريقيا، باعتبار اليوم أن موريتانيا تعتبر هي بوابة إفريقيا الغربية. جميل. وطالما أنها هي بوابة إفريقيا الغربية، قد تشكل منطلق ومنصة للتصدير، وأيضا قد تكون أيضا منطلق للاستثمار الجزائر الموريتانية، خاصة أن اليوم أن هناك كثير من الأفاق وكثير من المجالات التي يمكن أن يتم التعاون الجزائري الموريتاني فيها. لعل من بين هذه النشاطات، أو لعل من بين هذه القطاعات هو القطاع النفطي، باعتبار اليوم أن موريتانيا إنما اكتشفت الكثير من المحروقات، واليوم الجزائر بحكم خبرتها وتجربتها في الإنتاج النفطي، وأيضا مساعدتها أيضا لموريتانيا ووجود يعني بعض فروع شركة سونوتراك آنذاك، يمكن أن يتم التطور بشكل أكبر بما يعزز الشراكة في هذا المشهد.
في ثمة مجال آخر ربما الإخوة الموريتانيين لهم يعني فيه تجربة كبيرة ومجال الصيد البحري. والحقيقة اليوم أن الجزائر إنما تسعى إلى تنمية هذا القطاع، باعتبار أيضا أن الساحل الجزائري هو ساحل كبير يعني على البحر المتوسط، وأيضا أن نوعية يعني الأسماك الموجودة في البحر المتوسط يعني أنها تتميز يعني خصوصيات قد لا توجد، باعتبار أن البحر الأبيض المتوسط هو وربما بحيرة يعني هي أقل البحار تلوثا، وهذا ما يمكن أن يولد أيضا شراكة كبيرة بين الاقتصاد الموريتاني والاقتصاد الجزائري. فضلا عن ذلك أن اليوم أن مجال البحث العلمي والتعليم الجامعي وأيضا أن قطاع المعادن هي كلها قطاعات ومجالات يعني واسعة اليوم للتعاون فيها والاستثمار المشترك بين البلدين. ولهذا فإن آفاق التعاون أعتقد بأنها أكثر من قائمة، وتجسد وتكرس ايضا البعد التاريخي الموجود. لماذا؟ لان يعني لما نشوف يعني في التاريخ يعني تاريخنا تاريخ تبادل التجاري الجزائري الافريقي انما كان احد معابره انما هي موريتانيا، وبالتالي اذا ان هذا في الواقع انما هو تكريس وتجسيد لاحد البعد التاريخي الذي يجسد يعني العلاقات الضاربه في التاريخ بين ماذا؟ بين موريتانيا وبين الجزائر. جميل جدا، أعود إليك لاحقا بروفيسور عبد المجيد قدي للحديث أكثر عن كيفية تدعيم وأساليب تدعيم هذا التعاون الاقتصادي بما فيه الجانب الأمني وأيضا تنمية المناطق الحدودية. لأعود إلى الأستاذ عبد اللطيف هواري للحديث عن جملة المنتجات الجزائرية المصدرة إلى موريتانيا، بدءا من المنتجات الغذائية الزراعية المنتجات الصناعية وغيرها من مواد البلاستيكية والإسمنت ومواد التغليف والنظافة. أستاذ، حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، إضافة إلى هذه المواد هناك مواد البناء، الإسمنت، الحديد والصلب. يعني الجزائر اليوم يعني هناك قائمة بأكثر من 150 منتوج جزائري يصدر إلى دولة موريتانيا. إضافة إلى الإحصائيات اللي ذكرتهم نضيف إحصائيات محينة لصادرات خارج قطاع المحروقات إلى دولة موريتانيا في العشرة الأشهر الأولى من سنة 2021 ومقارنتها بسنتي 2019 و2020. جميل. مثلا في سنة 2019 صدرنا في العشرة الأشهر الأولى 23 مليون دولار، في 2020 صدرنا 25 مليون دولار، في 2021 صدرنا إلى عشرة أشهر 61 مليون دولار نحو موريتانيا. جميل. 98% من هذه الصادرات هي منتجات خارج قطاع المحروقات. 2% فقط من قطاع المحروقات. لما نجي نشوف يعني في التبادل في الجهة المقابلة ما هي وارداتنا من هذا البلد، باعتبار أننا اليوم نحكي يعني باسم سياسة الدولة يعني ترقية المبادلات التجارية وليس فقط التصدير إلى موريتانيا، ودون ذكر الاستيراد، نستورد من موريتانيا أغلب المنتجات التي يتم استيرادها هي الأسماك الحية أو المجمدة. تقريبا معدل الاستيراد من دولة موريتانيا لا يتجاوز نصف مليون دولار، سواء بالنسبة ل 2019 أو 2020 أو 2021. ميزان تجاري مع دولة موريتانيا بالنسبة للجزائر ميزان تجاري يعني إيجابي بأكثر من 60 مليون دولار. يعني هناك أفاق كثيرة للتعاون، هناك مشاريع كثيرة للتعاون مع موريتانيا من خلال لجنة ثنائية. جميل. المختلطة بين الجزائر وموريتانيا. كانت هناك أشغال عرفتها هذه اللجنة سنة 2021 سواء في موريتانيا في أو في نواكشوط وفي ماي في الجزائر. في الجزائر المشاريع التي تم التطرق إليها هي إنشاء مناطق حرة على مستوى هذه على مستوى التندوف وزويرات، منطقة زويرات، كذلك تعبيد الطريق الرابط بين تندوف وزويرات مما يسهل عملية نقل البضائع. اليوم مثلا شاحنات النقل البري تستغرق 5 أيام إلى 6 أيام من تندوف إلى زويرات أو إلى نواكشوط. لو يتم تعبيد الطريق من خلال الدراسة التي تمت سنة 2012 سوف يتم تختصر المدة إلى 12 ساعة. يعني شوف حجم يعني الوقت الذي فعلا يمكن ربحه، بالمقابل شوف وش راح تربح الجزائر. يعني ممكن تتضاعف الصادرات خارج المحروقات بأكثر من 50%. بالنسبة لي يعني جائحة كورونا كانت أثرت شوية على بعض الصادرات الجزائرية، كما تفضل البروفيسور وقال أن الجزائر أصبحت الممول الثاني لدولة موريتانيا، ونسعى لأن نصبح الممول رقم واحد لموريتانيا وحتى إفريقيا الغربية. حقيقة 20% من الصادرات نحو إفريقيا تتوجه إلى موريتانيا. اليوم يعني بعد الجائحة يعني كانت أثرت لما نظمنا معرض المغار بولاية تندوف مباشرة في أسبوع بعدها
تم تنظيم أول قافلة للتصدير يعني بعد 2019 يعني بعد الجائحة بما فيها 20 شاحنة صدرت نحو موريتانيا. بعدها القوافل تواصلت يعني الأسبوع الماضي أو الأسبوع اللي قبله كانت قافلة ب 28 شاحنة لمختلف المواد توجهت إلى موريتانيا. ممكن غدا إن شاء الله هناك قافلة أخرى لتصدير المواد الغذائية ومواد البناء نحو موريتانيا فيها أكثر من 40 شاحنة. يعني شوف حجم التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا من خلال مجمعات النقل البري. بالنسبة للنقل البري نقطة جد مهمة، يعني هي نقطة قوة للجزائر يجب استغلالها أحسن استغلال بالنظر إلى أن أسعار النقل البري. البحري ارتفعت، لكن أسعار النقل البري بقي ثابتة منذ سنة 2018. جميل، مادام حدثنا على هذه الجزئية لا بأس أن نناقشها مع البروفيسور عبد المجيد قدي. إذن هذه الثنائية بروفيسور، النقل البحري من وإلى الجزائر، من الجزائر بين الجزائر وموريتانيا، والنقل البري في المنظور التجاري من هو المربح؟ وأكيد اليوم أن في ظل يعني جائحة كورونا يعني أن الأسعار يعني أسعار الطائرات وأسعار يعني بواخر النقل يعني الجوي والنقل البحري ارتفع بشكل كبير يعني. ولكن في ظل يعني النظر الاستراتيجية البعيدة المدى هو لابد من تطوير هذا النقل، خاصة وأن الجزائر على أحد نقاط ضعفها الكبيرة، يعني على من أحد نقاط الضعف الكبيرة بالنسبة للجزائر هو ضعف أسطول النقل البحري. وباعتبار اليوم أن الجزائر أنها لو تطور أسطول البحر، لماذا؟ لأن يعني ميزة النقل البحري هو النقل بالحجم الكبير، وهذه يعني ميزة كبيرة. بين قوسين فقط رجاء هنا دكتور، هناك أيضا استثمار خاص أقول في الجزائر فيما يخص النقل البحري ونقل الحاويات. نعم أكيد، يعني هذا يعني هذا في الأفاق البعيدة، ولكن نحن في النهاية يعني نحن لابد لا نركز على نتكلم بلغة الوقت على قطاع بعينه أو وسيلة نقل بعينها. جميل، لابد أن نعمل في ذات الوقت الذي نعمل على تطوير النقل البحري، عفوا النقل البري، وأيضا إقامة الطرقات وتعبيدها. لابد أيضا هناك مشروع السكة الحديدية وهو أيضا مشروع واعد، يعني جميل جدا مشروع واعد ولابد أن نهتم به، وكذلك النقل البحري. لماذا؟ لأن الأمر لا يرتبط يعني الآن الذي يعني ينقل البضائع يعني من يعني منطقة بشار أو منطقة السؤاد منطقة بسكرة، يعني أنه يعني من السهل له أن يتجه برا أحسن له وأفضل له، لكن يعني واحد أنه يستثمر في بجاية أو في سطيف فعلا ربما قد يكون النقل البحري أنسب له. جميل، هذا بالإضافة أيضا إلى حجم الحمولة. يعني نحن لما نتكلم عن النقل البحري، لو واحد يعني يريد أن يصدر في حدود يعني شاحنة من شاحنة يعني حمولة شاحنة، لا يمكن له أن في النهاية أن يؤجر باخرة من البواخر، وهذا أيضا مرتبط بحجم. يعني كلما تطور يعني التبادل التجاري وحجم التبادل التجاري، كلما كانت الفرصة السانحة لاستغلال النقل البحري. جميل، ولكن كلما بقي يعني أن حجم التبادل هو يعني متواضع، يعني هذا في شأنه أنه يغري ويشجع الاهتمام بالنقل البري. ولكن يعني ربة البيت الماهرة هي تلك التي لا تضع بيضها كله في سلة واحدة. جميل جدا. إذن الحديث من جانب الجزائري عن تهيئة، ما دام تكلموا على النقل البري الآن، عن تهيئة الطرق المؤدية إلى المعبر الحدودي الواعد استثماريا وتجاريا مصطفى بن بولعيد، تقريبا ربما استكملت به التهيئة الكاملة بما فيه التهيئة التجارية المخصصة على مستوى هذا المعبر لاستقبال الصادرات أو المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير نحو موريتانيا. لا، لكن الإشكال يعني يرتبط يعني بالجزء اللي يعني الموجود داخل التراب الموريتاني، وهذا يعني صحيح يعني ربما أن الدراسات يعني قد انتهت به، وربما أن يعني حتى يعني ما يقدر بنسبة الإنجاز في حدود 12% وهي نسبة يعني متواضعة جدا، وهذا ما يحتاج إلى نوع من الإرادة يعني لإعادة إحياء المشروع ويعني دعمه بما يؤدي إلى السرعة في إكماله وإنجازه. لماذا؟ لأنه كلما استطعنا أن ننجز هذا المشروع بسرعة، وكلما ربحنا يعني التكلفة الزمنية وأيضا التكلفة المرتبطة بإمكانية تلف المنتجات، لأن المسألة مش فقط زمن. زميل، لماذا؟ لأن هناك جزء كبير من المنتجات يعني كالمنتجات الزراعية الطازجة وما إلى ذلك، وبالتالي هي تحتاج إلى السرعة في النقل، بارك الله فيك، بحيث أن أي بطء في النقل في
عملية النقل. إلى ماذا يؤدي؟ إلى التلف والخسائر التي يمكن أن يتحملها الناقلون أو يتحملها المتعاملون التجاريون. جميل. بالإضافة إلى ذلك في الحقيقة أن مسألة النقل لها يعني مسألة الزمن لها تأثير أيضا حتى على يعني حتى على يعني مدة يعني مدة حياة وسائل النقل والاهتلاك المرتبط بهذه الوسائل. معقول. وإمكانية الأعطال وإمكانية الأعطال وأيضا تلبية الطلبيات في وقتها. لماذا؟ لأن الآن يعني لو نتصور بأن طلبية معينة يعني تأتينا يعني لابد أن يعني لو نوفيها في أجلها وكلما تأخر الوفاء بالطلبيات كلما كان ذلك أحد العوائق المرتبطة بالتجارة الخارجية. ولهذا من بين مشاكل تاع التجارة الخارجية السائدة اليوم على مستوى العالم مدى قدرة المتعاملين الاقتصاديين على الوفاء بالطلبيات الموجهة إليهم في أجلها الزمنية. وهذا من شأنه أنه يعطي مصداقية للمتعاملين الجزائريين. جميل. ويعطيهم سمعة في الوفاء بالتزاماتهم مع المتعاملين الموريتانيين وأيضا مع المتعاملين الآخرين في دول جنوب غرب إفريقيا. جميل. سأعود إليك أيضا دكتور للحديث عن موريتانيا من باب الرابح رابح وكمنطقة عبور للسلع والمنتجات الجزائرية نحو دول غرب إفريقيا. قبل أن أفصل مع الأستاذ عبد اللطيف هواري في بعض الاتفاقيات التي كانت نتاج اللقاء الاقتصادي في تندوف قبل 4 أو 6 أشهر من الآن، كان هناك الحديث عن إنشاء محطات وقود تكون فيها شركة نفطال مساهما فيها داخل الأراضي الموريتانية. حقيقة يعني من بين الاتفاقيات التي وقعت يعني على هامش معرض الموغال هي اتفاقية يعني تصدير يعني تصدير منتجات جزائرية بين مؤسسة تصدير تابعة لشركة الجزائر معرض تصدير صافيكس ومؤسسة خدمات العمل الموريتانية التي من خلالها يتم تجسيد عدة عمليات تصدير. الاتفاقية اللي ذكرتها هي بين مؤسسة نفطال المؤسسة العمومية للأشغال المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية من أجل إنجاز محطتين بريتين على مستوى طريق تندوف زويرات. يعني هذه المحطة سوف يتم تجسيدها في القريب العاجل. سوف تكون يعني هذه المحطات أهمية كبيرة بالنسبة للسائقين أو بالنسبة للشاحنات التي تأخذ هذا الممر كمعبر تجاري نحو زويرات ومنها إلى نواقشط. هو معبر للراحة، معبر للتزود بالوقود، معبر للأمان كذلك. سوف يتم تجسيدها يعني في القريب العاجل إن شاء الله. الاتفاقية تم الإمضاء عليها من أجل إنجاز من طرف الشركة الوطنية للأشغال العمومية SNTP تابعة لوزارة الأشغال العمومية. يعني هذه الاتفاقية كانت نتاج ثمار يعني حقيقة بين الجزائر وموريتانيا، وتم الاتفاق على إنجاز المحطتين الهامتين على مستوى شطر الرابط في انتظار تعبيد الطريق يعني بين الجزائر وموريتانيا، والذي هو يعني اللب الأساسي تاع اللجان المشتركة الأساسية، لأنه المستفيد الأكبر من تعبيد هذا الطريق هو الجزائر وليس موريتانيا، باعتبار أن الجزائر هي التي تقوم بتزويد موريتانيا بمختلف المنتوجات والبضائع نحو هذه الدولة، لا سيما أركز دائما عبر النقل البري لأنه يعتبر نقطة قوة بالنسبة للجزائر لإيصال مختلف المنتوجات إلى دولة موريتانيا. كما ذكرنا خاصة أن النقل الجوي أو النقل البحري مكلف جدا. أذكر على سبيل المثال أنه معرض السنغال التي شاركت فيه الجزائر من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات في الفترة الأخيرة من 6 إلى 20 ديسمبر يعني انتهى منذ حوالي 6 أيام، وإن الجزائر تحصلت على المرتبة الأولى كأحسن جناح يعني مسير بالنظر إلى نوعية المنتوجات يعني المعروضة. كان تم نقل هذه العينات العرض عن طريق البر وليس عن طريق الجو، لأنه الجو يعني تقريبا كلف 4 مرات أو 5 مرات تكلفة البر. يعني ورغم هذا رغم وجود يعني منتوجات سريعة الطلف إلا أن يعني الخبرة الكبيرة اللي يتمتع بها المجمع العمومي للنقل البري لوجيترانس الذي هو في اتفاقية إطار مع وزارة التجارة من أجل تصدير مختلف المنتوجات عبر المنافذ البرية الجزائرية، يعني الخبرة الكبيرة سمحت له باش يوصل في الوقت ويوصل المنتوجات يعني في سلامة بجودة كبيرة. أيضا نقطة مهمة جدا تحسب للجزائر أن الجزائر تصدر نفس المنتوجات التي يستهلكها المواطن الجزائري، وليس هناك درجات في الجودة عكس بعض الدول التي تصدر إلى موريتانيا أو إلى دول إفريقيا.
الغربية تصدر منتوجات أقل جودة وبسعر أكبر. المنتوجات الجزائرية سعرها جد تنافسي ومنتوجات ذات جودة عالية تخضع لمختلف المعايير العالمية خاصة شهادات العمل العالمية الإيزو وغيرها. جميل جدا. البروفيسور عبد المجيد قدي، الحديث عن تنمية المناطق الحدودية بين البلدين رهان آخر لإنعاش التبادل الاقتصادي بين البلدين، لو نفصل في هذا الجزئية، وأيضا نذكر أن التعاون أيضا الأمني والتنسيق الأمني بين الجزائر وموريتانيا وبعض الدول الإفريقية طبعا في المجال الأمني أخذ سنوات طويلة للحديث عن استتباب أمني في المنطقة. إذن الفضاء الآن لتنمية المناطق الحدودية لإنعاش التبادل التجاري. هو لابد أن ندرك بأن الآن أن منطقة الساحل، المنطقة التي توجد فيها موريتانيا، هي منطقة تسودها الكثير من الاضطرابات والكثير من القلاقل. وربما أن هذه الاضطرابات وهذه القلاقل فعلا تحتاج إلى نوع من التبادل الأمني والتعاون الأمني من أجل ماذا؟ من أجل تضمين ضمان سلامة الممارسة التجارية والممارسة الاقتصادية بشكل عام. لأنه كما يعرف بأن دائما أن رأس المال جبان، وأنه لا يمكن أن يتجه نحو المناطق الساخنة، هذا جانب معقول ومعروف. اليوم الحقيقة أن إحياء المناطق الحدودية هي مسألة أهم بالنسبة للبلدين. أولا الجانب الأول هو تثبيت الساكنة، ولعلم بالمشكلات اللي راهي قائمة اليوم سواء بالنسبة للجزائر أو بالنسبة لموريتانيا هي الهجرة غير الشرعية فعلا. وبالتالي أن تثبيت الساكنة في مناطقهم هي مسألة هامة جدا جدا بالنسبة للبلد. الجانب الثاني وهو أيضا إمكانية التبادل البشري أو التنقل البشري. ما ننساش بأن اليوم أن جزء من الساكنة الجزائريين وجزء من الساكنة الموريتانيين هم أبناء دم واحد، وهم متصاهرون مندمجون اجتماعيا، لهم نفس العادات ونفس التقاليد. وبالتالي كل ما تم إحياء الطريق وتعبيله كلما سهل ذلك في الحركية البشرية. والحقيقة أن الآن تسهيل الحركية البشرية والانتقال البشري بين البلدين هذا من شأنه أيضا أنه يحيي قطاع مهم جدا وهو قطاع السياحة. اليوم ما الذي يدفع اليوم الجزائريين إلى عدم التوجه إلى موريتانيا مثلا، أو الذي يجعل الموريتانيين يحجمون عن زيارة المناطق الحدودية في الجزائر؟ هو عدم وجود طريق. لكن كلما كان الطريق موجود كلما كان التدفق البشري أكبر. جميل. ونحن لما نقول بأن التدفق البشري نحو موريتانيا من موريتانيا نحو الجزائر أو من الجزائر نحو موريتانيا، هذا من شأنه أنه من شأنه أنه يعمل على على زيادة الاستهلاك في البلدين. جميل. وأنه أيضا يجعل البلدين يهتمان بالمرافق السياحية. اليوم ما هي المرافق السياحية الموجودة مثلا في ولاية تندوف؟ لكن لو نعرف بأن اليوم تندوف أنها سوف تعرف تدفقا بشريا من موريتانيا ومن دول إفريقيا الغربية، هذا من شأنه أنه يدفع الأفراد دفعا للاستثمار في قطاع السياحة، والأمر كذلك بالنسبة لموريتانيا. بالإضافة إلى ذلك اليوم نحن نعرف بأن اليوم هناك الكثير من إمكانات الاستثمار المشترك بين اليوم بين موريتانيا وبين الجزائر. لعلم بين الإمكانات الاستثمار المشترك بين موريتانيا وبين الجزائر هو قطاع المعادن، قطاع الذهب وما إلى ذلك، وهي قطاعات اليوم أن كل بلدين أنها تزخر بمخزونات وباحتياطات كبيرة فيها. بالإضافة إلى ذلك اليوم أن الحقيقة أن اليوم أن موريتانيا وأن الجزائر أن هذا كلما نجسد وكلما نكرس هذا التعاون الموريتاني الجزائري وإحياء مناطق الحدود، وكلما نعمل على ماذا؟ على ترقية التنمية المحلية. لعل أيضا المشكلة الكبيرة المطروحة بالنسبة للبلدان هي أن المناطق الحدودية بشكل عام أنها تعاني نوع من التراجع في مستوى التنمية. تنمية هذه المناطق الحدودية هذا من شأنه أنه يعمل على رفع مستوى التنمية البشرية، عفوا التنمية المحلية، وأيضا أن رفع التنمية المحلية من شأنه أنه يرفع مستوى التنمية البشرية مما يعزز رفاهية الأفراد ومستوى دخولهم ومستوى معيشتهم، وهي كلها قضايا قضايا هامة بالنسبة للبلدين. وبالتالي أن تنمية المناطق الحدودية هي مسألة استراتيجية، وفي الإضافة إلى ذلك أن تنمية هذه المناطق أيضا تعمل على تحقيق الاستقرار الأمني. جميل. لماذا؟ لأن جزء كبير من الاضطرابات الموجودة في المناطق الحدودية تستغل الفراغ الموجود، المشاكل الاجتماعية، الساكنة، الحرمان الاجتماعي وما إلى ذلك، البطالة فعلا، البطالة وما إلى ذلك، وأيضا حتى الفراغ الأمني، مناطق كبيرة واسعة، حدود شاسعة دون أن تتوفر على السكان، وبالتالي أنها تستغل استغلالا غير محمود للبلدين. وبالتالي إذن أن ترقية
وتطوير المناطق الحدودية المشتركة للمناطق الحدودية هو ضمانة للتنمية الاقتصادية وضمان للأمن وضمان للرقي الاقتصادي والاجتماعي. المشهود بالبلدين بإذن الله. الحديث مع الأستاذ عبد اللطيف الهواري الآن، حديث عن محاور الاستراتيجية الوطنية أو على الأقل محاور وزارة التجارة وترقية الصادرات لدعم هذا التوجه الموجود في الاستراتيجية الوطنية الذي ما عادش مخفي يعني بين للعام والخاص، التوجه نحو دول غرب أفريقيا وتوجه إلى موريتانيا على وجه الخصوص. نتكلم الآن عن المحاور الكبرى للعمل بالإضافة إلى الملتقيات والصالونات المنظمة في هذا المجال. شكرا. بطبيعة الحال محاور وزارة التجارة أو برنامج وزارة التجارة وترقية الصادرات منبثق من برنامج السيد رئيس الجمهورية والذي أكد من خلال إحدى نقاطه على تنمية وإعادة تنشيط المعابر الحدودية لا سيما دول الجوار، وهذا استغلالا لاستغلال المنطقة الجغرافية للجزائر والموقع الجغرافي للجزائر بالنسبة لعدد البوابات التي يمكن استغلالها للولوج نحو إفريقيا الغربية أو إفريقيا الشرقية أو حتى إفريقيا الوسطى. احنا كنا يعني بعد الجائحة في الثلاثي الثاني من سنة 2021 كنا نظمنا معرض المغار من أجل الترويج لمختلف هذه المنتوجات الجزائرية، وكانوا حضروا معنا الجانب الموريتاني وكان قدم طلبيات يعني على في المعرض التي اليوم نرى تجسيدها ونرى الأرقام في الواقع تتكلم. البارحة كنا ختمنا سنة 2021 بتنظيم معرض الأصهار الذي يمتد في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر بالنسبة للشق التصدير، وفي الفترة من 26 إلى 8 جانفي بالنسبة لشق البيع. يعني حاضرين معنا الإخوة النيجيريين يعني، واليوم في تمنراست هناك لقاءات عمل ثنائية، هناك يعني كثافة إقبال كبير على هذا المعرض، يعني 150 مشارك في هذا المعرض. أيضا لما نتكلم على في الجهة الشرقية للوطن وبالنسبة للولوج إلى إفريقيا الشرقية، المعابر الحدودية كانت مغلقة منذ سنة 2014 معبر الدبداب ومعبر طالب العربي، يعني المعبر الوحيد الذي كان ينشط هو معبر بوشبكة أو معبر الحدادة في ولاية توكهراس باتجاه دولة شقيقة تونس. حتى أن المصدرين الجزائريين الذين كانوا يصدرون إلى دولة ليبيا يجب عليهم المرور إلى دولة تونس ومن ثم إلى الأراضي الليبية إلى طرف ليبيا. يعني نشوف يعني لما نشوف يعني في الخريطة ليبيا أو دبداب في الجهة الشرقية، تمنراست في الجهة الوسطى للوطن، وموريتانيا في الجهة الغربية، نحس باللي أو نأكد أنه الاتجاه الإفريقي الذي ألح عليه السيد رئيس الجمهورية من خلال أيضا وزارة التجارة وخاصة مع دخول المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة حيز تنفيذ، إن شاء الله لما يفتح معبر دبدب سوف يشهد ديناميكية كبيرة، سوف نشهد ارتفاع كبير في حجم الصادرات إلى دولة ليبيا باعتبار الطلب الكبير لهذه الشقيقة للمنتوجات الجزائرية، خاصة المنتدى المنظم مؤخرا في الجزائر والذي حضره أكثر من 300 متعامل اقتصادي ليبي، وكان على رأس الوفد السيد رئيس الحكومة الليبية وأيضا وزير التجارة والاقتصاد الليبي، والذي يعني كان صرح أنه هناك يعني أهداف مسطرة لتبادل تجاري بين الجزائر وليبيا في حدود 3 مليار دولار، بعدما الآن لا يتجاوز في حدود 60 مليون دولار. هناك أيضا مشروع تقدم به طرف ليبي لإعادة إحياء النقل عن طريق البحر بين الجزائر وطرابلس. يعني اليوم الشركات المتعددة الجنسية التي تضمن النقل عن طريق البحر تتجه إلى دول أوروبية في 8 أيام إلى 10 أيام، بعدها لتتجه إلى دولة ليبيا إلى طرابلس بالضبط. اليوم المعابر الحدودية تشكل نقطة قوة كبيرة بالنسبة للجزائر، يجب علينا أن نستغلها أي أحسن استغلال، خاصة وأن سنة 2022 كما ذكر السيد الرئيس سوف تكون سنة اقتصادية بامتياز إن شاء الله. مع بداية السنة الجديدة سوف نشهد
يعني حركية متواصلة وديناميكية إن شاء الله متواصلة في التصدير خارج المحروقات نحو الدول الإفريقية إن شاء الله. دكتور عبد المجيد قدي، إذن سنة 2022 بإذن الله بادرة نحو التوجه الاقتصادي المحض المربح إلى دول غرب إفريقيا وإلى الجنوب، إلى دول إفريقيا كلها. لو نتكلم قبل هذا عن الاندماج الاقتصادي المأمول على الأقل بين الشقيقة موريتانيا من خلال حديثنا عن زيارة الرئيس الموريتاني لزيارة الدولة إلى الجزائر التي يقوم بها الآن، وقبلها أيضا مدام تكلمنا قبل أسبوع أو ما يفوق قليلا عن الاندماج الاقتصادي الجزائري التونسي ودعمه في الكثير من المجالات. حدثني أنت منذ قليل عن ربما السياحة الموريتانية التي ربما أن تكون واعدة بالنسبة للسوق الجزائرية، لماذا لا نتكلم عن اندماج مثلا اندماج اقتصادي في مجال السياحة بين الجزائر وموريتانيا وبين لما لا بين تونس والجزائر وموريتانيا كمسارات سياحية عالمية بامتياز دكتور؟ هو أكيد يعني نحن لما نتكلم على يعني هذا التعاون مع الجيران يعني سواء مع ليبيا ومع الجارة تونس ومع الجارة موريتانيا، هذا كله يدخل في إطار يعني توجه نحو الاندماجات والتكاملات، وهذا التكاملات لعلقة تشكل مقدمة لتكاملات أكبر ربما لما لا يكون إحياء المغرب العربي مثلا اتحاد المغرب العربي اقتصاديا، ربما قد يكون هذا مدخل من المداخل نحو المنطقة الإفريقية الحرة يعني. وبالتالي نحن لما نتكلم عن الاندماج الاقتصادي، الاندماج الاقتصادي لا يعني فقط أنه التبادل التجاري، الاندماج الاقتصادي إنما يعني بطريقة أو بأخرى صحيح من ضمن عناصره هو التبادل التجاري، لكن أيضا الاستثمار المشترك، تنقل الأشخاص، يعني أيضا التكامل العلمي والمعرفي. ما ننساش بأن جزء كبير الآن من الإطارات الموريتانيين يعني أنهم تلقوا تكوينهم في الجامعات الجزائرية، وهذا في الواقع أنهم يعني هذا قد يشكل يعني هذا يسهل لهم ويسهل لنا التعاون والتفاوض مع هؤلاء الإطارات. جميل. يعني التعاون قد يعني يتجه نحو المجال الصحي، المجال السياحي، يعني المجال الثقافي بشكل المجال الثقافي. يعني أنا الآن يعني استغرب يعني مثلا في دولة موريتانيا لا يوجد مركز ثقافي جزائري مثلا، وهذا يعني من يعني وهذه احد الاسباب يعني اللي تجعل الشعوب تتفتح على بعضها البعض من خلال الاطلاع على ثقافه بعضها. وبالتالي ان مساله الاندماج هي مساله عميقه وواسعه، ومن شانها انها تضمن الربح بالنسبه لكل الاطراف. لماذا؟ لان الاندماج الاقتصادي ماذا يعمل؟ يعمل في النهايه على ماذا؟ على توسيع السوق، ونحن كلما اتسع السوق وكلما أدى ذلك إلى انخفاض التكاليف بالنسبة لكل الجهات، وأيضا يعمل على إمكانية الإنتاج الكبير. يعني اتساع السوق يعمل على إمكانية الإنتاج الكبير ويعمل على تخفيض التكلفة. بالإضافة إلى ذلك اليوم أن هذه البلدان يعني موريتانيا الجزائر يعني وتونس والجارة ليبيا وما إلى ذلك إنما تدخل في حضارة واحدة، والذي وأيضا في حتمية أظن اقتصادية، حتمية اقتصادية وحتمية ثقافية وحتمية تاريخية. لماذا؟ جميل. وحتمية أيضا استراتيجية. لماذا؟ لأن نحن اليوم لما نجد أنفسنا يعني في المغرب العربي نجد أنفسنا مع يعني اتحاد أوروبي مندمج بشكل كامل، نتعامل معه على أساس أنه وحدة واحدة، ونحن في النهاية يعني أجزاء متفرقة. وبالتالي إذا وأيضا حتى فرصنا في البقاء وفرصنا في المنافسة العالمية تقتضي منا أن نندمج. لماذا؟ لأن أحد يعني فوائد الاندماج هو تخفيض تكلفة التبادل وتكلفة الإنتاج الاقتصادي، وأيضا التكاليف المرتبطة بتعقيد المعاملات، يعني بتعقيد المعاملات، الحواجز، الوثائق، التعقيدات وما إلى ذلك. هذه كلها في النهاية سوف نقضي عليها عن طريق ماذا؟ عن طريق الاندماج الاقتصادي. قلت بأن الحقيقة أن هذا الاندماج أنه يمكن الأفراد أي واحد يعني حتى تتبع مسار الحضارة المغاربية، الحضارة الإفريقية. جميل. الحضارة العربية الإسلامية. جميل. حتى بالنسبة للسائح، السائح ينطلق من ليبيا يمر عبر تونس يمر بالجزائر يتجه نحو موريتانيا وهكذا دولك أو العكس بالعكس. وبالتالي إذن يعني الحركية البشرية يعني سلسلة الحضارة
سلسلة الثقافة هي متصلة، وهذا أيضا له فائدة بالنسبة لكل البلدان، وأيضا أنه أيضا يمكن من بناء استراتيجية ثقافية، استراتيجية سياحية، استراتيجية ثقافية، استراتيجية جمركية في اتجاه الدول الأخرى، في اتجاه الدول الأخرى. جميل. استراتيجية جمركية تأخذنا أيضا للحديث عن مسألة التشريع والقانون في المبادلات التجارية الجزائرية. سيد عبد اللطيف هواري، هل التشريع القانوني والتسهيلات الجمركية المقدمة مؤخرا للتبادلات من وإلى وبين الجزائر وموريتانيا الآن تسمح فعلا بإنعاش اقتصادي بين البلدين واحد؟ أكيد موريتانيا والجزائر ضمن منطقة العربية للتجارة الحرة الأكزال، وأيضا كان هناك مشروع اتفاقية تفاضلية بين الجزائر وموريتانيا يعني منذ حوالي قبل 4 سنوات لم يتم تجسيدها ميدانيا، لأن المشروع يعني غلب مشروع المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة، هو الذي سوف يمحي كل اتفاقية تفاضلية باعتبار أن هناك تفكيك جمركي على مدى يعني 5 سنوات يصل إلى 0% بالنسبة ل 90% من المنتوجات التي تدخل في نطاق يعني الطاريف الدواني يعني نطاق التعريفة الجمركية، و 5% يتم تفكيكها على مدار 13 سنة على ما أعتقد، و 3% تبقى الدولة تحمي منتوجاتها التي تعتبر يعني صناعات استراتيجية بالنسبة إليها. لما إن شاء الله يعني دخلت حيز تنفيذ اتفاقية الحرة لتبادل الحر سوف يتم تفكيك الجمركي 20% في السنة الأولى، 20% في السنة الثانية، إلى أن نصل 0% في السنة الخامسة. اليوم التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا تتم بناء على اتفاقية المنطقة العربية للتجارة الحرة أكزال، يعني هناك منتوجات يعني خاضعة للاستفادة من الرسوم الجمركية سواء بالنسبة للاستيراد أو التصدير. اتفاقية هذه سمحت بالارتفاع يعني نسب صادرات الجزائر نحو دول موريتانيا بنسب يعني كما ذكرت في الثلاثي الأول يعني أكثر من 200% بالنسبة لارتفاع الصادرات إلى موريتانيا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. الهدف الأساسي هو أن تصبح الجزائر الممول رقم واحد لموريتانيا، لأن التجارة بين الجزائر وموريتانيا خاضعة لمبادئ عديدة لا سيما الاقتصادية التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، تلعب دور كبير من خلال أن سفيرنا في دولة موريتانيا يقوم بمراسلتنا يعني سواء وزارة التجارة أو الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أو وزارة الشؤون الخارجية، وموافتنا بمختلف العروض والمناقصات الدولية التي تطرحها الشقيقة موريتانيا في السوق الموريتانية، حتى نحن بدورنا يتم إعلام متعاملين اقتصاديين يعني كل في مجال اختصاصه بفرص التصدير نحو هذه الدولة، وبالتالي يتم تسديدها على المدى المتوسط والمدى البعيد. جميل جدا. السيد عبد اللطيف هواري، مدام راك معنا نستغل الفرصة أيضا للحديث عن فضاء تجاري آخر هذه الأيام بولاية تمراس، بوابة السوق الإفريقية، حيث أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال الزيك السبت الماضي على افتتاح طبعة 25 لمعرض أقول الأسهار بتمراس. هذا الفضاء أيضا هو نافذة وشريان آخر للحديث عن المبادلات التجارية نحو الدول الإفريقية وبالأكيد تصدير المنتجات الجزائرية إليها. أكيد بالطبع، خاصة وأنها تتم عبر الطريق الرابط بين الجزائر ولاغوس، طريق الرابط للصحراء. تظاهرة الأسهار هي تظاهرة تاريخية منذ الستينيات يعني منذ سنوات الستينيات يعني عرفت توقف منذ سنة 2010 إلى 2019. الطبعة هذه 35 عرفت أكبر عدد من مشاركة المتعاملين الاقتصاديين، أكثر من 150 شركة في مجال التصدير و50 شركة في مجال البيع المباشر للساكنة، وحتى المتعاملين الاقتصاديين اللي زارونا من دولة النيجر، يعني إقبال يعني حتى الممثلين الوزارة الذين هم في المكان يؤكدون على إقبال كبير جدا
سواء بالنسبة للمتعاملين النيجيريين الذين يزورون هذا المعرض، وكذلك حتى سكنة يعني تامن راستهم يتعرفون على مختلف المنتوجات الجزائرية، خاصة بعد الجائحة يعني بعد التوقف هذا، لأنهم لا يعرفون منتجاتهم الجزائرية. وترويج للساكنة في ولاية تامن راست خاصة، وأن تامن راست وبعد الإصلاح الإداري هناك ولايتين، ولاية عين قزام ولاية قائمة بذاتها، وولاية عين تامن راست قائمة بذاتها. كنا شهدنا من خلال هذا، من خلال زيارة الوفد الوزاري الذي ترأسه السيد وزير التجارة وترقية الصادرات، كان هناك أكثر من 7 وزراء، المدير العام للجمارك، يعني ممثلي سفارات، سفارات يعني 9 سفارات، يعني هناك وفد وزاري كبير. يعبر هذا الافتتاح عبر على الأهمية التي توليها السلطات العليا في البلاد، ولمعرض الأصهار ولتامن راست كبوابة للتجارة الإفريقية. كنا شهدنا أيضا الإشراف على افتتاح رسمي لقاعدة لوجستية يعني بطريقة جد محترفة من طرف المجمع العمومي للنقل البري لوجيترونس، وتم الإشراف عليها والانطلاق. كنا أشرفنا أيضا على إطلاق قافلة مكونة من 22 شاحنة من مختلف المنتوجات الجزائرية توجهت للتصدير نحو دولة موريتانيا، رغم أن المعبر إلى دولة النيجر عفوا، رغم أن المعبر الحدودي هو غير مفتوح بصفة دائمة على غرار معبر موريتانيا الجزائر موريتانيا. معبر عين قزام إن شاء الله يعني هناك مشاريع ورشات هي حاليا تنشط من أجل إعادة تفعيله بصفة نهائية. كنا زرناه يعني من طرف يعني ممثلي عدة قطاعات وزارية مؤخرا منذ حوالي 2 شهر، وقفنا على مدى تقدم الأشغال من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لفتحه بصفة نهائية. جميل جدا. بروفيسور عبد المجيد قدي، في سياق حديثنا نحن نتكلم عن العلاقات الاقتصادية الجزائرية الموريتانية، ولكن لا بأس مادام تكلمنا عن معرض الأصهار في طبعته 35، نتكلم أيضا عن البعد الجزائري ومنظورها، بالإضافة إلى المنظور الاقتصادي والعلاقات، أقول سياسي، بالإضافة إلى المنظور السياسي والعلاقات السياسية، هناك أيضا رؤى وأفاق اقتصادية واعدة لطالما الجزائر شاركت في كل الأبعاد والمحاور الإفريقية. نتكلم على الطريق العابر للصحراء لاغوس الجزائر، لربما هو واحد من بين الطرق المساهمة في إنعاش هذا المعرض التجاري الأصهار. نتكلم أيضا التدعيم بالألياف البصرية على طول هذا الخط. نتكلم أيضا عن مشاريع أخرى واعدة تعزيزا للتنمية الإفريقية التي الجزائر أيضا تساهم فيها بشكل كبير. هو اليوم الحقيقة أن موقع الجزائر، يعني موقع الجزائر وحجم الجزائر الاقتصادي، يعني يحتشم عليها القيم بالكثير من الأدوار. هذا أولا حفاظا على المكانة التاريخية اللي يعني اكتسبتها الجزائر في تعاملها مع الدول الإفريقية. على سبيل المثال لما نتكلم على مثلا هذا يعني معرض أصهار ولا معرض يعني المنقار، هي معارض تاريخية كانت معروفة بالنسبة لي، كانت معروفة، وبالتالي إذا يعني إعادة إحيائها هو إحياء يعني للزخم التجاري، الحضور الجزائري في إفريقيا. هذا يعني جانب. الجانب الآخر أيضا اليوم أن الحقيقة أن اهتمام الجزائر بإفريقيا هو يعني يدخل في إطار يعني في إطار العودة للأصل. لماذا؟ لأن اليوم نحن نسعى لاقتحام الكثير من الأسواق اللي ربما لا حظوظ لنا في الدخول إليها، ولكن أمامنا يعني سوق يعني كل عوامل النجاح فيه متوفرة ونبتعد عنه، سواء بالنسبة لي يعني قضية القرب الجغرافي، وسائل النقل، يعني تقارب العادات والتقاليد، أيضا حاجة هذه الاقتصاديات إلى الاستثمار فيها. واليوم أن الجزائر تحتاج إلى الاستثمار، لأن أيضا يعني حاجة مهمة جدا نأكد عليها، بأن اليوم أن عملية الاندماج أو عملية الحضور الجزائري إفريقيا لا تتم فقط عن طريق التجارة، وإنما تتم أيضا عن طريق الاستثمار. جميل. ولما نتكلم عن الاستثمار، في الحقيقة أن الاستثمار هو الذي يحدد الحضور الأبدي، الحضور يعني الدائم، الحضور البعيد المدى. وهذا الحضور البعيد المدى أيضا أنه من شأنه أنه يساعد مؤسساتنا في تعلم كيفية التعامل مع الأسواق،
وايضا انه يعلم مؤسستك كيف تتنافس مع المؤسسات الاخرى. اليوم ما ننساش بان افريقيا اليوم انها محل يعني محل حضور قوي من قبل كل القوى الاستعماريه القديمه وايضا القوى الصاعده والقوى الصاعده الجديده. جميل. وبالتالي اذا يعني ان وجود مؤسساتنا على مستوى القاره الافريقيه هذا من شانه انه يساعد هذه المؤسسات في تعلم اليات المنافسه والتعامل في كيفيه اقتحام الاسواق الجديده. كل الشكر لك البروفيسور عبد المجيد قدي الاستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي. الشكر ايضا موصول للسيد عبد اللطيف هواري المدير الفرعي لمتابعه ودعم الصادرات بوزاره التجاره والترقيه الصادرات. شكرا جزيلا لكم. حديثنا مشاهدينا الكرام متواصل عن العلاقات الجزائريه الموريتانيه. سندخل شقها الصحي بعد هذا الفاصل القصير. إذن قامت الجزائر في سبيل تعزيز العلاقات الإنسانية مع الشعب الموريتاني بإرسال بعثتين طبيتين إلى نواكشوط يناير الماضي لتقديم الدعم لهذا البلد الشقيق جراء انتشار جائحة كورونا. كما توجت العملية بوضع ورقة طريق لتجسيد التعاون في المجال الصحي بين البلدين. للحديث والنقاش نسعد معكم مشاهدينا الكرام بترحيب بكل من الدكتور عبدالله سعيد الطبيب الموريتاني. نسعد أيضا باستضافة البروفيسور إلياس رحال المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة. أهلا بكما، شكرا على تلبية دعوة الظاهرة. شكرا. أبدأ معك بروفيسور إلياس رحال للحديث عن فضاء التعاون الجزائري الموريتاني في المجال الصحي. شكرا مرة أخرى على الاستضافة. التعاون الجزائري الموريتاني هو يعني بالجوار مع الدولة الشقيقة دولة موريتانيا، هو تعاون يعني طبيعي. في مجال الصحة كانت كما ذكرت سالفا كانت فيه بعثتين بحضور سيد وزير الصحة والطاقم إلى نواكشوط المرة الأخيرة في شهر جانفي. في شهر جانفي كانت في أوج الكورونا لمساعدة إخواننا في موريتانيا بمساعدة الصيدلانية بالأدوية وكل المعدات ضد الكورونا، وكذلك بعثة طبية يعني مكثت في نواكشوط
في مدن أخرى أكثر من أسبوعين. التقييم كان تقييم إيجابي. في نفس الوقت كانت وضعت بعد جلسة عمل اللي عملناها مع زملائنا الموريتانيين وضع ورق الطريق، وإن شاء الله راح تتكرس إن شاء الله اليوم، تتكرس باتفاقية تعاون مع السيد وزير الصحة، اتفاقية تعاون اللي راح تكون في عدة مجالات اللي راح نسردهم معك لاحقا إن شاء الله. أكيد أننا سنفصل أيضا في تفاصيل أشغال خلية العمل المنعقدة بين الجزائر وموريتانيا بما فيها التكوين، الصيدلة، والدراسات في مجال مكافحة الأوبئة عموما. قبل أن أنتقل إلى الدكتور عبد الله سعيد، هو طبيب موريتاني الآن مقيم في طرابلس طويل بالجزائر، في البداية حبذا لو نتكلم دكتور على تجربتك أولا دراسية هنا في الجزائر حتى نأخذها ربما مبعث ومنفذ للتعاون الجزائري الموريتاني في المجال الصحي. شكرا جزيلا، أشكر التلفزيون الجزائري على هذه الاستضافة الكريمة، كما أحيي المشاهد الكريم. في إطار التعاون الموريتاني الجزائري، التعاون الثقافي الذي تخرج مئات الأطباء الموريتانيين، هذا انطلق من على أساس اتفاقية تم توقيعها في 6 يوليو سنة 1996. هذه الاتفاقية سمحت بتكوين مئات الأطباء الموريتانيين في الجزائر، والجزائر تعتبر هي أكبر دولة مخرجة الكوادر الطبية الكوادر الموريتانية بصفة عامة، ليس فقط في المجال الصحي. درست تخصص الطب العام هنا في الجزائر في إطار هذا التعاون، ورجعت إلى بلدي، درست عملت في بلدي تابع لوزارة الصحة الموريتانية، والآن عدت للجزائر أيضا في إطار التعاون الموريتاني الجزائري من أجل إكمال التخصص هنا. العلاقات الموريتانية الجزائرية في المجال الصحي علاقات عندها آفاق واسعة. هناك تعاون كما ذكر الأستاذ إلياس، هناك ورقة طريق تم الاتفاق عليها في يناير الفارط من سنة 2021 تهتم بعدة مجالات، سواء كان مجال التكوين أو الصيدلة أو الصحة العمومية. جميل، ما دام تكلمت عليهم دكتور حبيت أنا فقط رجاء استسمحك باش نتكلم شوية على باب التكوين بروفيسور الياس رحال في تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجال الشبه طبي من خلال دورات التكوين المتواصلة بين البلدين. حقيقة في اتفاقية التعاون اللي جرتها وزارة الصحة مع وزارة الصحة الموريتانية، التكوين بشكل شامل، أولا كل المعاهد اللي تحت وصاية وزارة الصحة هي في خدمة إخواننا الموريتانيين. الاتفاقية شملت أولا تكوين حتى نكون موضوعيين وحتى نكون فعالين. الاستراتيجية لازم تكون استراتيجية فعالة. جميل. الاستراتيجية الفعالة هي في تكوين أولا أساتذة، ليس في تكوين الأطقم، أساتذة المكونين. هذه الاستراتيجية اللي معمول بها الآن في الدول المتقدمة. نتكلم على أساتذة التعليم شبه الطبي، هي الآن موجودة وراح تكون في كل معهد الشبه الطبي اللي تحت وصاية وزارة الصحة. الشيء الثاني من ناحية التكوين، حقيقة تكوين الممرضين وتكوين المسيرين. تعلم سيدي أن وزارة الصحة عندها معهد احنا نقول له معهد الوطني للمانجمنت لتكوين مسيرين مستشفيات الدولة الشقيقة، هذا ثاني شيء مهم. التكوين أيضا الشبه الطبيين، أنا كنت أتكلم عن التكوين، التكوين وأخذ بعين الاعتبار كل المكون، كل ما يدور من الحالة الاجتماعية تاعه في وجوده إن شاء الله في بلده تاني. جميل. هذا الحديث دكتور عن التوأمة، خلينا نسميها، بين المراكز الصحية الجزائرية، هل يأخذ بالحسبان تبادل البرامج البيداغوجية؟ نعم، احنا في الحقيقة إذا كوننا أساتذة في تعليم الشبه الطبي، البرنامج البيداغوجي راح يكون من أولويات التعاون. احنا كي نكونوا الأساتذة راح نكونهم ببيداغوجية معمول بها هنا في الجزائر،
وحقيقة عند الذهاب إلى موريتانيا لا نجد كثير من الاختلاف. يعني كل جنوب الجزائري يعني في أول وهلة كي تذهب إلى ولاية يعني في مدن مثل مدن موريتانيا راح تلقى تشابه كبير مع الدول مع المدن الجنوبية الجزائرية فعلا. يعني نتكلم على غرار ولاية بشار ولا ولاية تندوف ولايات يشبهون هاته الولايات. يعني كاين وحدة يعني وحدة ترابية متقاربة حتى يعني حتى العادات والتقاليد هما عادات موحدة. وحتى يعني تشوف الأخ الموريتاني ما كان في حتى يعني فرق نتفهموا جيران وأخوة. يعني من ناحية البيداغوجية ما نظنش بلي راح يسبب إشكال شبه الطبيين الموريتانيين في الجزائر. دكتور عبد الله، الحديث عن هذا التنسيق وهذا التعاون بين الجزائر وموريتانيا في مجال أقول تعزيز المراكز الصحية الموجودة في موريتانيا التي تعنى بالتكوين الطبي والشبه الطبي وأيضا تبادل البرامج البيداغوجية كيف هو؟ شكرا. في نهاية 2019 قدمت دفعة من المكونين أو من المرشحين للتكوين في الجزائر من أجل يصبحوا مكونين في هذه المراكز التي تكلمت عنها. هذه المراكز تحتاج لتوأمة مع نظيراتها في الجزائر من أجل تكوين المكونين فيها من أجل إجراء توأمة في البرامج التعليمية ومن أجل مرافقتها لأنها تجربة حديثة نسبيا في موريتانيا مقارنة مع الجزائر. وبالتالي هذه المراكز بإمكانها أن تعمل شراكات مع نظيراتها في الجزائر من أجل تطوير هذا المجال في موريتانيا. تفضل. في موريتانيا هناك العديد من الجوانب الصحية التي يمكن أن نتكلم عنها في إطار التعاون، سواء كان في تكوين الكادر الشبه الطبي، سواء كان في الصيانة، سواء كان في تكوين الطاقم الطبي أو في الموارد البشرية بصورة عامة. هناك الكثير يمكن أن يعمل في هذا المجال. هناك أيضا الجانب الآخر هو الاقتصاد الصحي الذي ينفع في التبادل، ينفع البلدين في هذا المجال. هناك اتفاقية ما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموريتاني مع مستشفى الشهيد محمودي في ولاية زوزو، يتم بموجبها تداوي المرضى الموريتانيين في هذا المستشفى. طبعا المتكلف هنا بتكاليف العلاج هو المركز الضمان الاجتماعي الموريتاني. وهناك السياحة الطبية التي بدأت في السنوات الأخيرة تشهد رواج، نوع من الرواج، ولكن أتت جائحة كورونا وثبتت الأمور نسبيا. نعم، توقف النقل الجوي ما بين البلدين للأسف الشديد. نتمنى أن يعود هذا إن شاء الله هذا إلى سابق عهده. هذه أيضا فيها مجال كبير. هناك أيضا الاستثمار في المجال الصحي في موريتانيا حيث تعتبر أنها بوابة غرب إفريقيا. بإمكان المستثمر الجزائري بالشراكة مع المستثمرين الموريتانيين عمل شراكات في سوق يعتبر سوق بكر ما زال في هذا المجال، ولا أتكلم عن السوق الموريتاني وحده وإنما السوق غرب إفريقي. هذا يستفيد منه المستثمر الجزائري ويستفيد منه المستثمر الموريتاني والمواطن الموريتاني أيضا. جميل جدا. من نقص لتكاليف النقل. تقصد هنا مراكز استشفائية ربما جهوية تخص دول غرب إفريقيا في موريتانيا، سواء كان في التطبيب، سواء كان في الصيدلة. جميل. في المنتجات الطبية والشبه الطبية، هذه كلها عندها آفاق واسعة في هذا المجال. أنا أظن أن هذه فرصة سانحة للبلدين، هذه فرصة سانحة للبلدين من أجل الرقي بهذا التعاون. أظن أن قائدي البلدين يشتركان هذه النظرة، فخامة الرئيس عبد المجيد تبون أو فخامة الرئيس محمد الشيخ غزواني، أنه كورونا علمتنا أنه لازم نعتمد على أنفسنا وعلى جميل. جوارنا. جميل جدا. لأنه النقل البحري في مرحلة ما شبه متوقف، بعد ذلك أصبحت أسعار غالية، نقص في الإمدادات إلى آخره. بينما إذا كنا مستقلين فيما بيننا يمكن أن نسد
الكثير من النقص الذي تعرضنا له في هذه السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا. بسبب جائحة كورونا والحديث عنها البروفيسور الياس رحال، حديث عن تعاون آخر في مجال مراقبة ومكافحة الأوبئة كورونا نموذجا، لو نتكلم عليها فيما يخص التعاون الجزائري الموريتاني في هذه الجائحة، عرف ربما خليني نقول لك تعاون إنساني أخوي مشهود بين البلدين. والله احنا لدى زيارتنا لموريتانيا يعني امتداد، يعني موريتانيا امتداد للجزائر يعني كبلد واحد حقيقة، يعني حتى تحس روحك تما انك في يعني في بلادك مع اخوتك. نقاط القوة يعني نتكلموا عليها في دولة موريتانيا، نتكلموا على الوباء، يعني مراقبة الأوبئة. انت تعلم سيدي الفاضل ان الجزائر تتقاسم مع موريتانيا اكثر من 400 كيلومتر حدود، هذه يمكن يعني من اذا يعني في التعاون احنا لاحظنا انه في الدولة الموريتانية من ناحية الصحة العمومية ومن ناحية المراقبة الوبائية تعتبر دولة يعني لباس بها. احنا كي نتكلموا على التوأمة بين البلدين من ناحية الصحة العمومية ومراقبة الأوبئة لا سيما على الحدود الجزائرية الموريتانية، هذا شيء إيجابي. الشيء الثاني من ناحية الخدمات الصحية، احنا يعني مع زملاء في موريتانيا تكلمنا عديد المرات وعرفنا يعني ماذا يحتاجون إليه. نتكلم على العمليات الجراحية المتخصصة على سبيل المثال. اسمحك فقط بروفيسور الياس رحل، واسمح أيضا دكتور عبد الله سعيد لنعود إليكم للتفصيل أكثر في مجال التعاون الجزائري الموريتاني قبل أن نتحول معا إلى غرفة الأخبار وموجز لأهم الأخبار الوطنية والدولية، في تقديمه الزميلة ياسمين بن عبد الله. موعد لأهم الأخبار، أهلا بكم. بداية، خص اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ضيف الجزائر رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني باستقبال رسمي ببهو مقر الرئاسة. فبعد تحية العلم استعرض الرئيس الموريتاني تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. كان رئيس الجمهورية في استقبال ضيف الجزائر ليصافح بعدها رئيس الجمهورية الرئيس الموريتاني ويأخذ معه صورة تذكارية للصحافة قبل أن يرافقه إلى مقر رئاسة الجمهورية. بعدها أجرى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع نظيره الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر منذ أمس. تتواصل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أشغال المؤتمر 18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي على مستوى الوزراء، أشغال اليوم الثالث والأخير، افتتحت بكلمة للمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أكد خلالها على ضرورة تقييم الدول العربية لمنظوماتها العلمية ووضع خطط استشرافية لجعل قطاع التعليم العالي أو التعليم مساهما في التنمية. هذا وعرفت الجلسة تسليم رئاسة المؤتمر للجزائر، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان بالمناسبة أهمية تفعيل دور مختلف الهيئات العربية والعمل على استقلالية الجامعات.
دوليا وفي السودان، أعلن مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الشروع في إجراءات العملية الانتخابية المقبلة التي تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي للسلطة بالبلاد وفق الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، والتي تبدأ مطلع شهر جانفي المقبل وتنتهي في جويليا 2023. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر بباب الوادي من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة والترويج بالمؤثرات العقلية تتكون من 3 أشخاص. العملية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية واسترجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مثلثا في الأمن الحضاري الرابع والقريش بأمن القاعدة الإدارية باب الواد من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة والترويج بالمؤثرات العقلية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة. بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص تم تحديد مصدر هذه الأقراص والتي تم اقتناؤها من صيدلية بطريقة غير قانونية، وبعد استكمال الإجراءات الجزائية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، ألقاكم في نشرة الرابعة. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونرحب أيضا بضيفينا الكريمين البروفيسور إلياس رحال المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة، ودكتور أيضا عبد الله سعيد الطبيب الموريتاني. بروفيسور إلياس رحال، تحدثنا منذ قليل عن التنسيق بين معهد الصحة العمومية للبلدين في مجال مراقبة الأوبئة، حبذا لو نفصل فيه وعذرا على المقطع. الإشكال في دول العالم الآن هي يعني في إنشاء، احنا نعلم بلي في شمال إفريقيا لا يوجد معهد وطني صحة العمومية خلاف الجزائر. احنا في البعثة يعني المرة الفارطة في البعثة كان وجود المدير العام للمعهد الوطني صحة العمومية حاضر يعني لمرافقة الدولة الموريتانية في إنشاء المعهد الوطني للصحة العمومية، ويعني الذهاب إلى أبعد حال في تكريس عدة مهام للمعهد الوطني للصحة العمومية في الدولة الشقيقة، من بينها هي الرقابة الوبائية، هو شيء مهم الرقابة الوبائية وكيفية التقاط المعلومة الصحية للأمراض يعني الأمراض المتنقلة والأمراض غير متنقلة، على غرار الأمراض غير متنقلة السرطان، مرض السكري، مرض ضغط الدم فعلا. وأمراض أخرى في الأمراض المتنقلة من بينها الأمراض الوبائية لتشكل يعني خطر في المنطقة. أنا تكلمت آنفا وتكلمت على الحدود المشتركة بين البلدين أكثر من 400 كيلومتر، يعني تحتنا كدولتين تحتنا لبسط استراتيجية للرقابة الوبائية عبر الحدود المشتركة. الشيء الآخر هو يعني من في مجال الخدمات الصحية اللي تكلمت عليها. في مجال الخدمات الصحية هي يعني في التوأمة وفي البروتوكول التعاون هذا أنه الأمراض المستعصية الأمراض المستعصية كزرع الأعضاء وخاصة زرع الكلى، الجزائر عندها خبرة في زرع الكلى، إن شاء الله في زيارات أخرى راح يكون معنا الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء تكون معنا في الطاقم. هناك تعاون جزائري موريتاني في هذا المجال؟ لبسط يعني استراتيجية تعاون لمرافقة الدولة الشقيقة في زرع الأعضاء. الأشياء الأخرى من الأمراض نتكلم عن كل ما يدور حول يعني الراديولوجي، يعني الراديولوجي انترفونسيونيل اللي عندنا الجزائر كاين مناطق يعني اللي عندها خبرة في الجزائر راح إن شاء الله تكون، وباش نعاونوا ونساعدوا إخواننا في موريتانيا على الدفع بعجلة الصحة الى يعني الى احسن حال ان شاء الله الى درجه اعلى
وان شاء الله حتى هذا المنتوج يعني الزميل المنتوج اللي راه هنا في الجزائر ان شاء الله باش يكونوا فائ الخير الدولة الشقيقة إن شاء الله. سأعود إليك دكتور للحديث أكثر عن أيضا تعزيز العمل في مجال الأمراض المتنقلة كالسيدة والسل والملاريا. قبل أن أعود مجددا إلى دكتور عبد الله سعيد لربما الحديث عن الحالة الوبائية، العالم كله تضرر اقتصاديا وغير اقتصاديا وصحيا أيضا جراء جائحة كورونا. في البداية لو تضعنا في صيغة أو في صورة الحالة الوبائية الآن في موريتانيا من خلال الأرقام المسجلة هناك. شكرا. الحقيقة موريتانيا تعرضت لهذه الجائحة على غرار الدول العالم الأخرى، تلقت بعض الصعوبات كما دول العالم. كانت الجزائر حاضرة في هذا المجال وقدمت طائرة محملة بمساعدات من معدات ومستخدمات طبية وأدوية في يناير الفارط مع فريق مختص من أجل تكوين طواقم طبية موريتانية وخاصة في مجال الإنعاش. موريتانيا الآن تعتبر وضعيتها فيما يخص مكافحة كوفيد أفضل من السابق، تتوفر على كمية أجهزة معتبرة على لقاح وهم الآن في حدود المليون جرعة، مليون ملقح. الحالات الآن في تزايد هذه الفترة الأخيرة، البارح سجلنا 110 حالة إصابة جديدة، ولكن هناك تسجيل نقص ملحوظ في نسبة الوفيات. لله الحمد البارح ولو البارح صفر حالة وفاة. نعم، وبالتالي الأمور بدأت تتعافى، فأظن أن جائحة كوفيد لابد أن نتعايش معها على الأقل في الوقت الحالي. فعلا. بحيث أن الأمور لازم أن نحاول أن نرجعها إلى سابق عهدها ولو تدريجيا إن شاء الله، سواء من ناحية النقل الجوي لأنه يشكل عائق سواء للجالية أو بعض التبادلات التي للمقيمين للطلاب أيضا. نعم، مهم جدا. نعم، وللمرضى أيضا. فعلا فعلا. وبالتالي لازم نتعايش مع هذا الوضع، لازم أن ترجع تدب الحياة من جديد كسابق عهدها. في هذا الإطار التعاون فيما يخص الأمراض المنتقلة سواء كان كوفيد أو غيره، موريتانيا لديها تجربة لا بأس بها في مجال الصحة العمومية، مجال مكافحة الأمراض. يمكن هذه التجربة أن تثري هذه الشراكة ما بين موريتانيا والجزائر. الأستاذ إلياس على اطلاع بالملف، هناك تنسيق ما بين الجهتين في مجال الصحة العمومية، سيتمخض عنه اتفاقيات إن شاء الله سترى النور قريبا. أتمنى أن التعاون في الجانب الصحي يأخذ أشكال أكثر تطورا من هذا في المستقبل، بالاستفادة من التقنيات الحديثة والتي هي مستقبل الصحة في العالم، التي تختصر كثير من العقبات التي نعيشها في يومنا هذا في مجال الصحة. مثلا دكتور الجراحة عن بعد، مثلا رقمنة المجال الصحي من أجل تخفيض التكاليف وفعالية أكثر في التكفل بالمرضى وتسيير المرافق الصحية إلى غيرها من المجالات التي يمكن أن تستفيد من هذا الجانب، والذي هو مستقبل الصحة لا مناص عنه، سنصل له قريبا سواء في الجزائر أو في موريتانيا أو في العالم كله. جميل جدا. أتمنى أن يصل التعاون إلى هذا المستوى، وسيكون إن شاء الله بإذن الله. الحديث أيضا عن التعاون الجزائري الموريتاني في شقه الصحي، في حديث أو فيه دعوة أيضا للجزائر للمرافقة في إنشاء وحدة إنتاج للأكسجين ووحدة أخرى للمحلول الكحولي، هذا نتكلم عليه في الظرف الصحي مؤخرا. فقط بروفيسور
الياس تكلمنا على التكوين وتكلمنا على مكافحة الأوبئة في الشراكة والمرافقة بين البلدين، التعاون الصيدلاني وإن كان يعني يعنى بوزارة مستقلة، ولكن أقول أيضا موجود ومهم فيما يخص تسجيل الأدوية، فيما يخص القوانين السارية أيضا في المجال الصحي بين البلدين، لكلها تهدف إلى إعطاء مرونة أكثر في التنسيق والتعاون الصحي بين الجزائر وموريتانيا. حقيقة نحن بوجود المديرية العامة للصيدلة في وزارة الصحة طلبوا منا الأشقاء الموريتانيين أنه نساعدهم في إنشاء النصوص التنظيمية لكيفية اقتناء الأدوية واقتناء المعدات الطبية، هذا ما نسعى إليه إن شاء الله. ثانيا في مجال الصيدلة، في مجال الصيدلة تعلم سيدي أن الجزائر عندها الصيدلية المركزية للمستشفيات، وهذا يعني شيء كبير يكون في دولة موريتانيا لتموين المستشفيات الموريتانية، وأخذ بعين الاعتبار التجربة الجزائرية في هذه المؤسسة، مؤسسة مهمة للمنظومة الصحية، تكون مؤسسة للمنظومة الصحية الموريتانية. هذا تجربة إن شاء الله راح ننقلوها للإخوان الموريتانيين عن طريق الصيدلية المركزية للمستشفيات. من 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 نواحي أخرى، هي تكوين الكوادر البشرية، هذا شيء مهم. هذا الرهان الأول. هذا مهم، يعني التقنيين نتكلم عن الشبه الطبيين بالمعهد الشبه الطبي، أساتذة الشبه الطبي والمسيرين بالمعهد الوطني للمانجمنت اللي هو تحت وصاية وزارة الصحة. نظن هذه الأشياء المهمة، زيادة عن ذلك الصحة يعني في الدرجة الثالثة. يعني حقيقة في موريتانيا لاحظنا أنه يعني كاين عمل، يعني عمل يقوموا به يعني خاصة من ناحية الصحة العمومية. يعني الشيء الإيجابي أنهم كل الأطباء اللي تعاملنا معهم في الاجتماع مع الأطقم وزارة الصحة الموريتانية عندهم تربية في مجال الصحة العمومية، وهذا مهم لدولة كموريتانيا. يعني الآن العالم راه يتغير، كنا يعني في سياق أمراض غير متنقلة اللي حملونا به الدول المتقدمة، أن العالم تحول أمراض غير متنقلة، وأتى الكورونا يعني لكسر كل هذه الفرضيات. الآن العالم راه في إشكال كبير في مرض كما مرض الكورونا ومرض معدي يعني الحقيقة، والدول الإفريقية من بينهم موريتانيا عندها يعني باع طويل في هذا الميدان من ناحية الأمراض المتنقلة. وحتى الجزائر تكلمتني على الملاريا، وتكلمت لي على السيدة أيضا والسل. الملاريا تعلم سيدي باللي في 2018 الجزائر حازت على شهادة يعني صفر حالة اللي أعطتها المنظمة العالمية للصحة في 2018. ويعني من بين يعني الدوافع اللي أنا كنت عبد الضعيف، كنت يعني من الفرقة اللي كانت بوجودي في المعهد الوطني للصحة العمومية، أنه يعني مساعدة إخواننا يعني دول الجوار للحصول الملاريا يعني يسبب يعني مرض يعني صحي عمومي يسبب إشكال كبير في العالم. وإن شاء الله راح يعني ننقل التجربة الجزائرية من ناحية محاربة الملاريا إلى إخواننا في موريتانيا. من ناحية في السيدة، الجزائر منذ الثمانينات عندها يعني برنامج خاص لمكافحة السيدة، وكل الأدوية الآن متوفرة في الجزائر، يعني كل مرضى تاعنا لهم أدوية، ولكن يبقى عمل كبير راح نقوم به احنا وإخواننا الموريتانيين في هذا المجال إن شاء الله. في يعني مرض السل، نظن مرض السل تاريخيا وحقيقة يعني حقيقة، وتسمح لي يعني تحية تقدير واحترام لأساتذة تاعنا يعني الكبار اللي من 70 هما برنامج خاص لمكافحة السل في الجزائر، وكاين حتى يعني لو شيما ثيرابوتيك يعني الجيريا لو شيما كور، الجزائريين يعني عندهم خبرة كبيرة وخبرة دولية. إن شاء الله راح نتعاملوا مع إخواننا الموريتانيين في مجال هذه، كله يدخل في مجال الصحة العمومية. هاد الأمراض إن شاء الله يعني بتبادل الخبرات، حتى ونأكد أنه موريتانيا تبقى من ناحية يعني قوتها في الصحة العمومية
يعني معتبرة، يعني راح يكون تبادل خبرات بيننا وبين إخواننا الموريتانيين في هذا المجال. جميل جدا هذا التبادل الخبرات المفيد بين البلدين ونقله أيضا كل تجربة عن حدا. دكتور عبد الله سعيد، الحديث عن خلينا نقول لك القاعدة الصحية الموجودة في الجزائر يرافقها أيضا قاعدة أقول في أخرى تنمو في مجال إنتاج الأدوية والأدوية شبه الطبية. الجزائر اليوم كما تعلم توجهت نحو إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في هذا الظرف المتسارع ربما، وفي هذا أيضا السير العالمي نحو مواجهة كورونا. كيف يمكن للجزائر وموريتانيا أن تعزز من فضاء تعاونهما في مجال الإنتاج والتبادل الصيدلاني بالإضافة إلى دعم وتكوين الكوادر الطبية وشبه الطبية؟ شكرا. في الجزائر يوجد أكثر من 300 مختبر الأدوية، سواء مخابر مصنعة أو مستوردة. توجد عملاق صناعي مجمع صيدل. بإمكان موريتانيا أن تستفيد كثيرا من الجزائر في هذا المجال، سواء من ناحية الصناعات الأدوية أو المحاليل الطبية، لأنه في بعض المرات تجد أنه المحلول الطبي مثلا إذا قارنت ما بين إنتاجه محليا واستيراده تجد فرق كبير جدا في التكلفة. وبالتالي بإمكان الجزائر وموريتانيا في إطار هذا التعاون أن تخلق مصانع للمحلول الطبي في موريتانيا، سواء للسوق الموريتاني أو للسوق غرب أفريقي. أيضا الخبرة التنظيمية، خبرة التسيير، موريتانيا لا زالت لديها مشاكل في هذا الجانب، خاصة في الجانب ما سموها كامك، شركة تسيير الأدوية، عندها بعض العجز في هذا المجال. بإمكانها أن تستفيد من التجربة الجزائرية وإكمال هذا النقص في إطار هذا التعاون. هناك أيضا بعض الانقطاعات في بعض الأدوية التي تأتي للسوق الموريتاني، الأدوية الحيوية خاصة، بإمكانها أن تستفيد من هذا التعاون من أجل سد هذا النقص. هناك العديد من الأوجه الاستفادة للبلدين، سواء في توفر المنتوج بالنسبة للطرف الموريتاني أو توفر سوق جديدة بالنسبة للطرف الجزائري، يمكن خلقها في هذا الاتجاه. كان قبل قليل في ملفي الأول دكتور عبد الله سعيد حديثي عن رفع التعامل الاقتصادي الجزائري الموريتاني، كان حديثي مع ضيفي فيه تركيز على دعم الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا من الجانب الاقتصادي. هناك أكيد دلالات وأبعاد أخرى لهذا الطريق، تأخذ البعد السياحي لما لا مستقبلا بين البلدين من وإلى موريتانيا والجزائر ذهابا وإيابا من خلال اندماج ربما سياحي بين البلدين. لو نتكلم عن فعالية ونجاعة هذا الطريق ربما بعد إنشاء الشطر الموريتاني الموجود فيه بين تندوف والزويرات على بعد أكثر من 800 كيلومتر ربما ليعرف تذبذب، أهميته في إنعاش التعاون والتبادل الصحي بين الجزائر وموريتانيا؟ شوف، في مجال السياحة الطبية اللي كلمتك عنه آنفا، هناك أرقام كبيرة تصرفها الدولة الموريتانية على هذا المجال، تقدر بمئات الملايين من الدولارات. فإذا كان هناك طريق سالك ما بين تندوف زويرات، فهذا سيكون بوابة كبيرة للسياحة الطبية في الجزائر. أستسمحك دكتور وأستسمح المشاهدين جميعا أن يرفع على مسامعنا صوت الحق، صوت أذاني العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر وما جاورها من مناطق. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. نواصل معكم مشاهدينا الكرام ومع البروفيسور الياس رحال المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة، وأيضا الدكتور عبد الله سعيد الطبيب الموريتاني، حديثنا عن التعاون الجزائري الموريتاني في الجانب الصحي. دكتور عبد الله سعيد، كنت
أو كنا توقفنا عند مسألة تعزيز البنى التحتية بما فيها شبكة الطرق بين البلدين لتدعيم ودعم التعاون الصحي الجزائري الموريتاني. نعم، كنت أقول أنه تعبيد الطريق تندو في زويرات من شأنه أن ينعش سياحة طبية ليس فقط مع الجارة موريتانيا ما بينها مع الجزائر، وإنما مع حتى دول غرب أفريقيا أيضا، لأنه هناك عدد معتبر سواء كان من السنغال أو مالي وغيرهم يذهبون للسياحة الطبية، وبالتالي فتح تعبيد هذه الطريق سوف يسهل هذا الأمر كثيرا ويزيد أعداد المستفيدين منه. أيضا على المستوى الأدوية والمعدات الطبية، فتح الطريق من شأنه أن يسهل حركة الأدوية ووصولها في الوقت المناسب، سد العجز الحاصل سواء كان في السوق الموريتاني. يمكن الحديث فيما بعد ربما دكتور عن مجلة للتعاون أكثر فيما يخص ربما ترانزيت كالموريتانيا من خلال المنتجات الصيدلانية الجزائرية لإنتاجها أيضا إلى نقلها إلى دول غرب إفريقيا عبر موريتانيا. نعم، هو 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 هذه الفكرة يستفيد منها الطرفين، لأن الجزائر كمصدر لهذه الخدمة أو هذا المنتوج، وموريتانيا كمعبر كترانزيت، وبالتالي موريتانيا تستفيد من هذا الشيء، يخلق فرص عمل، هناك استفادة ضريبية والعملية متبادلة، الأرباح متبادلة بين الطرفين، وتعبيد هذا الطريق بإمكانه أن يساهم في هذا الاتجاه. جميل جدا. البروفيسور الياس رحال، حديثنا عن تعزيز التعاون الجزائري الموريتاني في مجال الصحة كما أسلفنا الذكر هو عديد المحاور، تكلمنا معك منذ قليل عن التكوين الإطارات بين البلدين في مجال الطبي والشبه الطبي، تكلمنا عن الجانب الصيدلاني، تكلمنا أيضا على مكافحة الأوبئة، نقل الخبرة الجزائرية على الأقل في ظرف مجابهة فيروس كورونا بالجزائر، بلادنا مع مجابهة هذا الفيروس طيلة العامين خلينا نقول لك كوادرها والمؤسسات الرسمية من خلال وزارة الصحة اكتسبوا خبرة ربما نقدروا نشاركوا فيها الإخوان في موريتانيا وغير موريتانيا فيما يخص مجابهة فيروس كورونا. احنا حقيقة حي كل عمال الصحة على ما قدموه في هذه السنتين الفارطتين. التجربة بدأت نتكلم مع إخواننا الموريتانيين في شهر جانفي، يعني بوجود فرقة عملياتية في نواكشوط أكثرهم من الإنعاش، أطباء الإنعاش ليكونوا عدة، يكونوا ممرضين وأطباء آخرين في مجابهة وباء كورونا. زيادة على ذلك حتى كانوا مهندسين، كانت آلة على PCR سلمت رفع مستوى الكشف عن فيروس كورونا في الدولة الموريتانية، وهذا ما تم فعله. وكذلك تبادل الخبرات، وحتى الآن البعثة الطبية حقيقة راهم في تواصل مع إخوانهم الموريتانيين من حيث تبادل التجربة، من حيث التكفل بالعلاج بالمرضى الموريتانيين والمرضى الجزائريين. بحقيقة كان تجربة مهمة للجزائر ومهمة لموريتانيا، وهذا كما قلت في البداية أنه طبيعي أنه دولة جارتين أخوات يكون عندهم هذا المستوى من التعاون، وإن شاء الله بروتوكول تعاون راح يكون اتفاقية تعاون عفوا راح يكون إن شاء الله في متناول الدولتين لتحقيقه بصفة حقيقية وبصفة جيدة. قبل من نختم هذا البلاتو ربما الكلمة الأخيرة خليها للطبيب عبد الله سعيد الطبيب الموريتاني، شيء ربما حابب يضيفه نخليك تقوله دكتور. أنا أحب أن أقول في نهاية الحديث أن العلاقات الموريتانية الجزائرية ليست علاقات حديثة، كانت علاقات قديمة، كانت علاقات على أعلى مستوى،
حيث أن الموريتانيين يتذكرون بكثير من الامتنان للجزائر دعمها لإنشاء العملة الوطنية الموريتانية، يتذكرون بكثير من الامتنان دعمهم لتأميم مناجم الحديد 1972 بخبرة وتقنية وغطاء مالي جزائري، والكثير من المواقف أيضا سواء كان إعفاء الديون أو تدخل في 1989 في الحرب ما بين موريتانيا والجزائر، الحرب الأهلية، تدخلت الجزائر، طائرات الجزائر كانت تحمي المواطنين الموريتانيين من السنغال لإجلاءهم إلى موريتانيا، وبالتالي هذه العلاقات قديمة، كان هناك تنسيق دائما، كان هناك مقاومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني في فترة الراحلين مختار داده وهو المدير رحمة الله عليهما. نود أن نحيي هذه العلاقة، أن نوطدها، لأنه عندنا أرضية متينة يمكن البناء عليها. أظن أن هذه زيارة الدولة والتي تعتبر في العرف الدبلوماسي أكبر زيارة قائد دولة لقائد دولة، أكبر تمثيل لها أهمية كبيرة، عندها قيمة بروتوكولية شرفية كبيرة، ستتوج بالكثير من التوقيع على كثير من الاتفاقيات، وستمضي بهذه العلاقة في الاتجاه الصحيح. أظن أيضا الرئيسين يشتركون كثيرا من تطابق وجهات النظر، سواء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بفكره الثوري ضد الاستعمار ضد الفساد وفكر الاستقلال عن الآخر خاصة المستعمر، والرئيس الموريتاني أيضا بفكره التنويري في هذا الاتجاه، أعرفه شخصيا، دائما يتحدث عن أن الأمة يمكن أن تكون مستقلة عن الغرب في كثير من أمورنا الذي يمكن أن نكون مكملين لبعضنا البعض فيها، نشترك الدين، نشترك اللغة، نشترك الثقافة، نشترك الدم، نشترك الجغرافيا، نشترك المصير، لا يمكن أن تكون غني وجارك فقير، لا يمكن أن تكون شبعان وجارك جائع، نفس المصير، فلازم ما عندنا حتى بد من التعاون فيما بيناتنا من أجل مصلحة الطرفين، وأظن أن الأمور تجري في هذا الاتجاه إن شاء الله. إن شاء الله كل. في الأخير تفضل. أود أن أنوه أنه الطلاب الموريتانيين الدارسين في الجزائر والجالية الموريتانية على غرار الجالية الجزائرية في 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 موريتانيا. في موريتانيا لا يشعرون بالغربة، دائما محل ترحيب، محل معاونة من الجزائريين بالنسبة للموريتانيين الموجودين في الجزائر أو الجزائريين الموجودين في موريتانيا، على علاقة بالطرفين، الأمور على أحسن ما يرام. لله الحمد، كل التوفيق نتمناه لك دكتور عبد الله سعيد الطبيب الموريتاني في مواصلة مشوارك الطبي الدراسي والعملي هنا بالجزائر. شكرا أيضا موصول اليوم إلى البروفيسور إلياس رحال المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة، تحدثت معكم بإسهاب كبير عن مجرى العلاقات الجزائرية الموريتانية في مجالها الصحي وأفاقي توسيعها وأبعادها أيضا العربية الشقيقة بين البلدين وأيضا الإقليميات الكبيرة. كل الشكر لكم على تشريف برنامج أخبار الظاهرة. ظاهرة متواصلة معكم مشاهدينا الكرام في ملفها التالي، حديث عن الالتزام بالتدابير الصحية وأيضا ضرورة التلقيح بعد هذا الفاصل.
كورونا لا يزال موجودا، وللسيطرة والحد من انتشاره يبقى التباعد الجسدي ضروري وإلزام. وإذا كان من الضروري عليك تخرج من البيت، فارتداء الكمامة إجباري لحمايتك وحماية غيرك من انتقال الإفرازات المعدية. احرص على تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة مع المحافظة على مسافة متر ونصف بينك وبين الآخرين، وتجنب المصافحة والمعانقة. ومن الضروري غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو استخدام مطهر كحولي. ارتداء الكمامة، المحافظة على مسافة الأمان، تجنب التجمعات والزيارات. وللمزيد من المعلومات اتصل ب3030. وعينا يحمينا. وعينا يحمينا، ودائما وفي سياق الفضاءات التحسيسية بأهمية التلقيح والتزام بالتدابير الصحية، نواصل معكم مشاهدين الكرام عبر التلفزيون الجزائري الحديث عن أهمية الموضوع، خاصة في الظرف الصحي هذا الذي تعرف منحنياته الوبائية استقرارا نسبيا حتى الآن مع ترقب ما يسمى بالموجة الرابعة. للحديث والنقاش والتفصيل نسعد معا بالترحيب بالبروفيسور رشيد كيراتي المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي الذي ينضم إلينا مباشرة عبر محطتنا الجهوية من قسنطينة. مساء الخير بروفيسور، شكرا على تلبية دعوتنا. مساء النور، شكرا على الدعوة تاعكم. مرحبا بك. إذن الحديث بداية بروفيسور عن منحنيات الحالة الوبائية في تقييم أولي منك فيما يخص فيروس كورونا دكتور. هو الاونه الاخيره هذه كان دلتا يوصل 3 سمانات اللي فاتوا يوصل حتى ل 60 حاله في النهار، ولكن السمانات هذه الاخرى لا سيمان دارنيير هذه الحالات بدات تطلع حتى وصلت دروكا في منحنى تاع 300 كل يوم ابري واحد 300. وكنا نهضروا على هاد لا بانديمي هاديه دركا حنا في اون سيتوياسيون اللي رام لو نومبر يعني ديك العدد بدا يترافع، بصح الاشكاليه الكبيره هو مازال ما وصلناش لو بيك ايبيديميك. و كنا نهضروا على لا بانديمي هاديه نقولوا باللي راهو عندنا بزاف دي زانديس اللي هما لا بيس دو فيجيلونس نتاع لا بوبولاسيون على لي ميزور باريير، على جال الكمامه، وضع الكمامه، غسل اليدين، التباعد الجسدي، لايراسيون تاع لي ميليو كلو، ونزيدوا فيها لي زوسبيتاليزاسيون بداو يطلعوا. لي زوسبيتاليزاسيون كانوا قبل في المستشفى الجامعي تاع قسنطينه كانوا 2-3 اوسبيتاليزاسيون، دركا طلعوا عادوا 8 حتى وصلوا حتى ل 12 بار جور. اذن هناك لونتيسيباسيون اللي داروها من قبل الخلاه ويقولوا باللي راهو راح نوصلوا لا فاغ ديزون هذه الموجه تاع كورونا، يعني بدات تبان يسمى ماشين وين تكون لافاغ ويكون لو نومبر يعني يطلع. هو نعرفوا بكل باللي راهو يقولوا لي زيتود اللي كاينين هنا في الجزائر يقول لك كل كا ليه واحد 15 كا ما مش باينين، يسمى لا كان عندنا 300 بالك عندنا ببري او نيفو ناسيونال واحد لي 4000 كا ولا بلوس. هذا عن الاعداد. تفضل دكتور بروفيسور. وي إذن الحالة اللي نتخوفوا منها هو عندنا الموجة نتاع الدلتا اللي دركا باش هي تطلع، دونك تاع الفيروس كورونا دلتا اللي ماشية وتطلع دركا ماهيش حاجة كبيرة، مي هي قاعدة تطلع بار بالي. وكما نعرفوا باللي راهو هذا لو فيروس تاع الدلتا هذا لو طو دو ريبرودكسيون تاعو يسمى كل ان كا يمد لي كا تاعو سوبليمونتير شاك 12 جور 12 يوم 15 يوم. بار كونتر اللي متخوفين منه هو هذا اللي خرج جديد اوميكرون الفاريون هذايا اوميكرون،
اوميكرون هذا لا ملتيبليكاسيون تاعو سي شاك دو جور يسمى قادر يمد لك اون كونت قادر يمد لك عدد من الكوفيد عدد كبير وهو كما نعرفوا باللي راهو الناس كل على علم باللي راهو الجائحه هذه لا بانديمي تمد لك في 100% تعطيك 80 ما عندهمش ديسيني ما عندهمش خلاه اعراض عندك 20% يوصلوا منهم لوبيتال اون اوسبيتاليزاسيون في ال 20% خمسه يروحوا في 100 يروحوا للانعاش وفيهم ابوبري 1 حتى 2% اللي توفوا اذا كي نديروا حنايا دروك نهضروا يعني تك بور سونسيبيليزي باسكو قال الواحد كيفاش يقي روحه يوقي نفسه او ديبار قادر نكونوا احنا كاطباء دروك يا المواطن عيا من جيت تهضر مع مواطن على الكوفيد عيا ما عادش يقول لك هضر لي على حاجه خلاف دونك عيا المواطن كيفاش نوصلوا مينتونون بور كاين امكانيات الجزائر او كانوا درك تفرجوا باللي راهو يعني تك الجزائر في الوقايه حاجه يعني تك الشيء اللي انجز وانا نظن باللي راهو الجزائر بار لا فاكسيناسيون تاع الاولاد يعني تك سي اون ريوسيت لا فاكسيناسيون تاع لي زونفون تاع الفاكسين كونتر لا روجول الفاكسين كونتر لا ديفتيري كوكلوش الفاكسين كونتر لا بوليو ما عادش كاينه يسمى لا فاكسيناسيون لي زالجيريان يعرفوا يعني تكوشي الفاكسين واش نحنا من الوباءات يعني تك لي زيبيديمي اللي كانوا كاينين في الجزائر نتاع هاد الامراض اللي تنحات توتالمون من عندنا ما الصور اللي كانوا يروحوا الوباء هذه ولات يعني تك لارجون هذه عاد تروح يعني تك الحوايج خلاف يعني تك باش تطور شويه لو سيستيم دو سونتي ديزون كي نشوفوا الحاله نتاع لا لوت هذه تاع كونتر الكوفيد ما فهمتش انا الجزائر عندها تو لي مويان بور لوتي كونتر الكوفيد تو لي مويان عندها ان سيستيم de prévention sur le territoire national et je ne pense pas qu'il y ait d'autres pays qui ont ce système de couverture le muraqaba le wabaat ou zid عندها un système d'hospitalisation qui m'a dit que m'a belli raw cette augmentation li jaya الناس حطوا سيتادير كو في لي ديريكسيون دو سونتي ولي ولاية ايزون انستالي اون استراتيجي باش يكون لو نومبر دو لي باش ما تسرناش كيما لا ديرنيير فوا بال لا فاغ التالتة الموجة التالتة وهي يعني تك فريمون ادات ارواح بزاف و ديستابيليزات لو سيستيم دو سونتي حتى من لا كونفيونس شوية نقصت بارابور ا سا مي جو بونس كو دروكا راهي يعني تك انا نقول باللي راهو المستشفيات اللي مخصصه للكوفيد راهم دروكا عندهم يعني تك من الخبره باش يوصلوا والمريض يعني تك يقوموا به باحسن ما يكون مي كي عندنا دروكا فاك تاع الدلتا جايه نتخوف انا من لافاك تاع اوميكرون توصل ولافاك تاع اوميكرون تكون العدد تاعها هائل وكي نعرفوا حنا باللي راهو قادر كيما نشوفوا درك في عدد بلدان باللي راهو يوصلوا حتى ل 100,000 كا بار جور ايماجيني كو يوصلوا لنا 100,000 كا بار جور في الجزائر سا فو دير كو اون بو راسوري قال باللي راهو اوميكرون هذا اللي تري كونتاجيو مي توش لي جون و سي با هنا بروفيسور حاجه كبيره هنا بروفيسور ربما نتكلم عن ضروره التلقيح مادام تكلمتنا عن هذا المتحور الجديد اوميكرون اللي يعرف كما قلت سرعه انتشاره ربما التخوف من الحالات الاستعجاليه الانعاش المستشفيات يخلينا نتكلم على اهميه التلقيح في هذا الوقت بالذات بروفيسور هو مازال يعني مازال ما وصلتش باسكو لازم نشوف الوضعيه الحاليه دركا باش نكونوا عندنا الوفيات عندنا لي زوسبيتاليزاسيون بداو يطلعوا
وزيدوا المختصين يقول لك باللي راهو لي زوسبيتاليزاسيون اللي كاينين هم لي بيرسون نون فاكسيني. دونك لي بيرسون نون فاكسيني يوصلوا للهوسبيتاليزاسيون يوصلوا لا ريانيماسيون ويوصلوا لو ديسي. عندنا ثاني تبلي راهو هذا لو كوفيد هذا متحور يتبدل. دونك كيما درك لو كوفيد تاع الدلتا هذا كي جا كاين الناس اللي مرضوا بالبرومي كوفيد الاول الكورونا فيروس الاول اللي جا الاول مرضوا به كي زاد جا الكوفيد زادوا عاودوا مرضوا به. ودرك يزيد يجي اوميكرون ولا يجي متحور خلاف يزيد يمرض به. اذا باللي راهو الفيروس هذا ما يمدلكش يمدلك ما غير مناعه لو فاريون هذاك برك اللي يعني كيسمى لو ميوتون هذاك يمدلك مناعه تاعو بصح كون يجي ان اوتر ميوتون تزيد تمرض. ما تمرضش بالكيفيه بالك كيما المره الاولى مي اذا عندك قلنا لا فاكسيناسيون راهي لي تري فابل في او نيفو ناسيونال. عندك لي ديسي عندك لي زوسبيتاليزاسيون دونك كي اون اوغمونتي. عندك لي ريانيماسيون تانيتك يزوغمونت. يسمى في هذا واش بقى لنا دركا؟ بقات لنا الحاجه الوحيده وهو من الاول باللي راهو الفاكسان كاين الناس اللي بالك ما فهموش وما فهموهمش باللي راهو كي الفاكسان هذا باللي راهو يمدلو المناعه نتاع شغل دخل للريانيماسيون شغل دخل كمريض في الانعاش يمدلو هذا النيفو تاع المناعه. اذا كي نولي نقول باللي راهو لا فاكسيناسيون دروكا اكتويلمون عندنا الدلتا عندنا الفاكسان متواجد كاين عدد كبير اللي داروا بروميير فاكسيناسيون يعني كنحطوهم باش يديروا لا دوزيام فاكسيناسيون كاين اللي داروا لا دوزيام فاكسيناسيون باش يديروا لا دوز سوبليمونتير. لو سول رماد لو سول سيتادير انا نقول سي اون سي با لو تيرم دوبليغاسيون اللي كل واحد يقول على اجباري ايتترا مي انا نقول باللي راهو دركا الامكانيات الكافيه للجزائر وللجزائريين والمواطنين الجزائريين راهم عندهم تو لي مويان باش يخطاو هذه الجائحه باقل ضرر. جميل. خلينا ربما بروفيسور رجاء مدام تكلمت على نقطة الأريحية الموجودة فيما يخص اللقاح ضد فيروس كورونا وتنوعه أيضا في بلادنا بما فيه المصنع هنا في الجزائر والكل يعلم هذا أيضا الفضاءات فضاءات التلقيح من خلال المستشفيات المراكز الصحية العيادات الخاصة قاعات الرياضية الآن الصيدليات وغيرها. خلينا ربما نقلب المعادلة لو أن يعني لا قدر الله الجزائر الآن لا تحوز ربما هذا الرصيد وهذا المخزون من اللقاح الآن وكان هناك ربما ندرة فيه كيف يكون الحال احنا كمجتمع جزائري ومنظورنا إلى التلقيح ضد فيروس كورونا؟ هو الأسئلة تاعك يعني في محلها لأن هو التلقيح ضد هذا المرض الخطير باسكو هو يقعد ديما خطير خاطر ما هي يدي ارواح كبيره. حبيت نقول لك باللي راهو البروغرام دو لوت يعني استراتيجيه نتاع مكافحه هذا الوباء اللي مخطط من وزاره الصحه ومن الدوله الجزائريه هو اولا عندنا قلت لك كيما قلت لك بلادك باللي راهو كاين يعني تلك المراقبه اليوميه المراقبه براتيكمون موش اليوميه ساعه بساعه المراقبه محطوطه. عندنا الامكانيات وهو لا بريفونسيون ودركا الحمد لله كاين الفاكسان موجود وموجود بكيفيه ونوعيه وكميه يعني كاينه ست بوسيبيليتي. وكاين الاخر هو الامكانيات البشريه والماديه
وحتى ولاو دركا يروحوا حتى كاين دركا كاين اللي راحوا المناطق الظل يعني تكراحوا ديزيكيب دو فاكسيناسيون راحوا المناطق الظل راحوا الناس يعني في 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 ديارها ما يقدروش ويفزوا لهم. انا نظن باللي راهو واش حبيت نوصل باسكو سونسيبيليزي تقول دير توعيه توعياني نشوفوا على نشوفوا في الشاشه في التلفزيون الجزائري في الاذاعه الجزائريه نشوفوا نسمعوا بارتو نهار كامل وهي فيها توعيه بصح كي تخرج للشارع واش تلقى باللي راهو ان رولاشمون توتال الناس كل ما توقيش روحها ما كانش الكمامه ما كانش لا ديستانسياسيون ما كانش الغسل اليدين دونك لي تروح باغ اكزومبل دركا في ان اندروا كلو ما تلقاش لايراسيون دركا ولات لايراسيون محطوطه مع هاد لي ميزور باريير لايراسيون تاع لي ميليو هاد ماكلو زيد كي تخرج تهضر مع واحد تقول له باش تحب توعيه ويدير لا فاكسيناسيون واحد يقول لك انا مانيش قانع واحد يقول لك انا مانيش دركا الحاله اكطوال واش التخوف هو لا فاغ نتاع الدلتا راهي ماشيه وطالعه عندك اوميكرون راهو في الباب يسنى سيتادير راهو كاينين 4 كا ولا 5 كا ونعرفوا باللي راهو هذا الاوميكرون هذا عنده كونتاجيوزيتي كبيره فعلا. درك واش بقى لنا حنايا كجزائريين يعني اذا كان الواحد يحب سون بروشان ويحب يعني كيدير بقى لنا عندنا لا سول ارم يقولوا لها جولدن يسمى تاع ذهب هو لا فاكسيناسيون هو هذا التلقيح والتلقيح ما فيهش جوسكا بريزون انا وين راني في المستشفى اللي راني فيه درنا درك لقحنا الممرضين ولقحنا الاطباء ولقحنا ثاني لي زاجون سيرفيس ايتترا ما كان حتى يعني اعراض جانبيه اللي صرات لهم كل سوا مرأة صغيرة ولا كبيرة ولا رجل كبير ولا دونك وصلنا في لا ستركتور اللي نيها وصلنا للطب وصلنا لهم 72% الأطباء الممرضين هما اللي شوية 35% ونقول لك علاه 35% درك كون نولي ونلقاو سي لي جون كي سو فون با فاكسيني 35% هما الممرضين الصغار عندهم 24 سنة 22 سنة ما مش حابين عندهم تخوف من قال التلقيح والانجاب عندهم تخوف كاين يعني تخوف اللي عند لي جون بزاف بقاو هكا في دي كيستيون تاع قال يتخوفوا من التلقيح والانجاب اذا جوسكا بريزون لي زيتود نقولوا حنا الدراسات اللي دارت باللي راهو يعني تك الانجاب لا فاكسيناسيون ما عندها حتى علاقه ان اوكون امباكت سور لا فيرتيليتي يسمى كيفاش نتوصلوا باش لا جوناس نتاعنا توقي وتروح للتلقيح هي نقطة أيضا مهمة وصلنا معها معك بروفيسور مسألة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الآن مواقع التواصل الاجتماعي بما تحمله من مزايا للأسف أيضا يقذف فيها في بعض الأحيان بقصد أو بغير قصد بعض المعلومات المغلوطة منها اللي تحدثت عليها أنت منذ قليل الأعراض اللي تخص ربما العقم بعد عملية التلقيح وربما أشياء أخرى كثيرة في فضاءات أخرى كلها تهدف إلى تكسير عملية التلقيح نقول هذا مش في الجزائر فقط وإنما في دول عديدة بروفيسور هو هذا التكسير هذا راهو صاير في دول الخلاف مي ما وصلش بالدرجه تاعنا حنا يعني وصلنا 12% دو فاكسيناسيون دو لا بوبولاسيون كومبليتمون فاكسيني في الجزائر يسمى كاين اشكاليه يعني انا واش نقول الشيء اللي نعرفه سيتادير قال لازمنا نزيدوا وهذا يرجعني في حاجه هو تاع لي ميزور بارير يعني هذا
لي ميجور اللي محطوطين باش ما عندي لا فاكسين ما عندي هي الماسك هذا انا ما اختانيش من نهار بدات الكورونا فيروس هذا ايتترا وجوسكا بريزون درت لي فاكسيناسيون تاعي كاملين وجني با يو دو كوفيد يعني جوسكا بريزون ما وصليش الكوفيد بصح الاشكاليه الكبيره هو شغل واحد ما مو مسؤول باش نكونوا متفاهمين سيتادير بقاو دروكا كاينين اطباء وكاين الكونسيل سيونتيفيك النهار كامل هما يهضروا في على في التلفزيون في الجرائد في مي ما فهمتش اسكو كاين ناس يسمع يعني كاين اللي يسمعوا وقاعدين يفهموا ولا ما مش قاعدين يفهموا باسكو لا بروبليماتيك هو كي تروح المؤسسه وتلقى رئيس المؤسسه هو اني با انتريسي يا ان بروبليم باسكو يقول لك دو توت مانيير دون توت لي اكسيون il faut qu'il y ait des leaders il faut qu'il y ait des leaders à tous les niveaux en principe chaque entreprise ou là هما il doit faire حنايا ولينا تروح تهضر مع دي سيتويان ولا تروح حنا رحنا يعني عند عده سيكتور كيما تقول دونك رحنا لي سيكتور باغ اكزومبل تاع ليدوكاسيون لقينا ان ديريكتور تاع ايدوكاسيون انا نقولوا اتيتر ديكزومبل متحمس وقاعد واقف يعني ومتحمس باش يوصل او موا ا بلوس دو 50% نتاع لا فاكسيناسيون او موان دو بيرسونيل ديدوكاسيون وصل 50% بصح هي ان بروبليم لي زونسينيون شغل كاين شي اللي يجبد الوغ كو لونسينيون هو il est qui ma il est second par rapport en rapport par rapport à un médecin le معلم راهو كاد ان يكون رسولا لازم هو مش لازم هو يعاون دونك انا واش نقول يا اون شوز امبورطونت اللي تعلمتها هو لا نحبوا كو لالجيريان يثيق هو يفوق فير ان كور اكور لازم نهضروا مع سيتادير لازم او نيفو ناسيونال ولا او نيفو دو شاك لوكاليتي que les gens puissent la mairie le maire on dirait qu'il y a des maires qui ne sont pas concernés par la حكاية le covid a dit mais je فناش ما سمعناش تروح par exemple dans une entreprise on dirait que le directeur de l'entreprise il n'est pas alors que هو كونيت غاسولو il y a une diminution de ça d'un point de vue économique puisqu'il y a des gens qui sont en confinement à cause de la maladie وكيما نعرفوا تاني كاين حاجه خلاف اللي لا تروازيام فاغ نعتت لنا باللي راهو لي كا اللي شفناهم بكلهم سون ما نقولوش لا ماجوريتي مي نقولوا ابوبري اون بارتي امبورتونت يعني شي كبير هما فاميليو سي دي تروك فاميليو وباش نفهموا شويه كونسيرنون الكوفيد هذا علاه il est très dangereux pourquoi il est dangereux le coronavirus ou le covid هذا il est dangereux pourquoi علاش هو انا درك بيا بعائلتي ما تقسناش بالكوفيد نعم كون درك نحل سيتادير كون درك نعودوا نروحوا ان بو بارتو اي بان يقيسنا الكوفيد هذا يقيسنا اون بروميير فوا يقدر يقيسنا اون دوزيام فوا فعلا اون تروازيام فوا ميم سي اوني فاكسيني سي اوني فاكسيني اشاك فوا كو يتبدل لو ميوتون هذا نتقاسو بصح نتقاسو دون مانيير ناقصه شويه ان شاء الله كل الشكر يعني كيعود واحد فاكسيني كل الشكر لك البروفيسور كيعود واحد فاكسيني رشيد كيراتي الرساله وصلت شكرا جزيلا لك المختص في علم الاوبئه والطب الوقائي كنت معنا مباشره من محطتنا الجهويه في قسنطينه للحديث عن التحسيس باهميه التلقيح والالتزام بالتدابير الصحيه الف شكر لك بروفيسور مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى غرفة الأخبار ونشرة إخبارية في تقديمها الزميلة ياسمين بن عبد الله نشرة الأخبار أهلا بكم بداية خص اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضيف الجزائر رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
باستقبال رسمي ببهو مقر الرئاسة. فبعد تحية العلم استعرض الرئيس الموريتاني تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. وكان رئيس الجمهورية في استقبال ضيف الجزائر ليصافح بعدها رئيس الجمهورية الرئيس الموريتاني ويأخذ معه صورة تذكارية للصحافة قبل أن يرافق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضيف الجزائر الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى مقر رئاسة الجمهورية. بعدها أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع نظيره الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر منذ أمس. وتوسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع نظيره الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتشمل أعضاء وفدي البلدين. وقد شارك في هذه المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية عن الجانب الجزائري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. وعن الجانب الموريتاني حضر المحادثات أعضاء الوفد المرافق للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. تتواصل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أشغال المؤتمر 18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي على مستوى الوزراء. أشغال اليوم 3 والأخير افتتحت بكلمة للمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أكد خلالها على ضرورة تقييم الدول العربية لمنظوماتها العلمية ووضع خطط استشرافية لجعل قطاع التعليم مساهما في التنمية. هذا وعرفت الجلسة تسليم رئاسة المؤتمر للجزائر، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان بالمناسبة أهمية تفعيل دور مختلف الهيئات العربية والعمل على استقلالية الجامعات. وقد توج المؤتمر بجملة من التوصيات الموجهة إلى الدول العربية، دعت فيها إلى وضع أطرها الوطنية للمؤهلات أو تحديثها مواكبة للمتغيرات الاستثنائية بها في وضع الإطار العربي المشترك، تعزيز البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، التركيز على البحوث التطبيقية وتشجيع نشرها، تحفيزا وتشجيعا لأصحاب الابتكار والمؤسسات للإبداع خاصة في المجال الصناعي. شهد حفل توزيع جوائز المسابقة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طبعتها 10 ومسابقة أحسن مخترع في طبعتها 23 تصنيف جوائز الفائزين إلى 3 مجموعات فوزية تاجر. التوجه نحو فرض المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في السوق والتشجيع التنافسية بينها يفتح المجال للابتكار والاختراع. شاركنا بابتكار مهم للغاية، ألا وهو جهاز آلي أوتوماتيكي يقوم بفرز وتعيين ونقل المواد الأولية المكونة لمادة الإسمنت مخصص لمصالح الإسمنت من أجل الحفاظ على العنصر البشري وكذا معدات المصنع. ومنتوجنا مهما كانت كمية الأتربة والطين كل ما تاخذ الأمطار جرفوها للبالوعة يحميها ويخلي سريان المياه. ولأن الابتكار طريق نحو التنمية المستدامة، فإن تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمخترعين عبر مسابقات الاختيار الأفضل ودعمه يشكل أحد العوامل الرئيسية في الاستمرارية.
حصلت على هذا الجائزة عبارة عن بناء على اختراع لآلة لفرز المواد البلاستيكية. في الحقيقة أي حافز ما هو إلا يعني دافع يعني للاجتهاد أكثر. التظاهرات مثل هذه راح تعطينا نفس وتعطينا فرصة باش نبينوا للناس المؤسسة تاعنا والنجاح تاعها. هذه تشجيع لنا ولكل الشباب الطموح الراغب في إنشاء مشاريع. تحفيزات تصنع مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار والتحول التكنولوجي في المجال الصناعي. تنمويا وفي قطاع السكن، سلمت بولاية تيبازا مفاتيح أزيد من 950 وحدة سكنية بمختلف الصياغ إلى مستحقها. العملية شملت دائرة شرشال لتشمل باقي الدوائر قريبا. علي سليماني. عائلة عم محمد من بين العائلات المستفيدة من سكن بصيغة عدل بتيكابوشين، وبعد الانتظار ها هي اليوم العائلة تدخل منزلها الجديد. لعقب الناس اللي مازالوا ما داوش، هذا بعد انتظار طويل بديميتريس، وكما انسان بعد انتظار بعد عسر يسر. كان واحد كريم بعد طول سكنة، يعني صافي بليزير والحمد لله يا ربي. الفرحة اللي راهي اللي راني فيها ما قدرتش نوصف الفرحة اللي راني فيها، والحمد لله على كل حال. بالإضافة إلى المستفيدين من صيغة عدل، الفرحة أيضا ارتسمت على وجوه المستفيدين من صيغة السكن العمومي الإيجاري. اليوم الحمد لله تحصلت عن سكن اجتماعي والحمد لله، كانت فرحة كثيرة. كنا نكري وكنا مودرهمنا يروحوا كامل في الكري يروحوا، والحمد لله هذا الوقت استفدنا. 7 سنين وانا كاري والله، والحمد لله دوكا فرج علينا ربي ومعقوبه اللي مازالوا مربنا كاع ان شاء الله. توزيع 966 وحده سكنيه بصيغتي عدل والسكن العمومي الايجاري. بالنسبه لسكن عدل كان حصه 318 من باقي حصه 789 وحده سكنيه من مشروع 2500 وحده سكنيه بحيث كاروشين ببلديه تيبازا، يعني راح يبقى لنا 471 وحده سكنيه ستوزع ان شاء الله في القريب العاجل. عمليه توزيع السكنات بولايه تيبازا لا تزال متواصله وبمختلف الصيغ، ومن المرتقب ان تشمل دوائرها العشر. وضمن جهود تحسين الإطار المعيشي لسكان المناطق النائية، تم تموين بلديات ولاد إبراهيم وترسين بولاية سعيدة بالغاز الطبيعي والماء الشروب. سفيان مقنين. سهريج الغاز الذي تم وضعه بدوار المناقرية شرق ولاية سعيدة أنهى معاناة الفلاحين مع القارورة. 14 عائلة سيتم تزويدها مباشرة من هنا. كنا ناقصين في كل شيء، كان القرعة نجيبوها 3 أيام 4 أيام قال ما كاش. كلي جينا ضايعه نعاود نرجعوها ونعاود نجيبوها. كنا ما كان حاله. اليوم رحمه ربي رانا يعني ما خصنا حتى شيء، عندنا الماء عندنا الضوء، الطريق رانا على حد الطريق، خصنا صحه وستر. حفر مزيد من الابار ووضع خزانات مياه جديده سيساهم في تزويد ساكنه دواوير ولاد علي بشكل منتظم. هذا كان يشرب منه دوار المهانين، دوار بركات ودوار خلف ادوي حريز، ورانا كافيين. كنا مغبنا من حيث دارونا هذا الشاطور، رانا كافيين. نشكر الدولة الله يعمر ربي يحفظها ويعلي علامها والله يسترنا في بلادنا. أكثر من 90 عائلة بتورويرت القديمة ببلدية ترسين تم تزويدها أيضا بغاز المدينة. كنا في الشتاء هذا به تفوت الشتاء تاعك تفوتها بصعوبة. كنا نجيب مثلا القارورة تاع الغاز عن بعد نجيبوها بسومة غالية. اليوم الحمد لله راه عندنا الغاز، عندنا الطابي، عندنا تريسينتي الريزو وصلنا، مازال خاصنا الكونتير ان شاء الله بربي. الله يوفق، نتمنى ان شاء الله فان يديروا لنا الكونتيرات ويديروهم لنا بالتقسيط. تم اليوم وضع حيز الخدمة، عمليتين ربط شبكة الغاز بحي 52 سكن ريفي وحي العتيق بورويت، حيث استفاد اكثر من 96 عائلة بهذه المادة الحيوية بمبلغ مالي يقدر أكثر من 5.6 ملايين دينار جزائري. مثل هذه المشاريع الحيوية تساهم في تحسين الإطار المعيشي وتثبيت الساكنة في المناطق الريفية بسعيدة.
في الرياضة تعرف اليوم ممثلا الكرة الجزائرية في منافسة رابطة أبطال إفريقيا على منافسيهم، حيث أسفرت القرعة التي جرت اليوم بالقاهرة عن تواجد وفاق سطيف في المجموعة الثانية رفقة الرجاء البيضاوي المغربي وحورية كوناكري الغيني وأمازولو الجنوب إفريقي، في حين يوجد شباب بلوزداد في المجموعة الثالثة رفقة الترجي والنجم الساحلي التونسيين وغوانغ جالاكسي البوتسواني. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية سيكون ممثل الجزائر كل من شبيبة الصاورة وشبيبة القبائل في المجموعة الثانية رفقة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والاتحاد الليبي. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، ألقاكم في تمام الخامسة. ظاهرة متواصلة معكم مشاهدينا الكرام، وفيها أيضا طائفة من الأخبار الاقتصادية تصحبكم فيها اليوم الزميلة أميرة بوشعيب. مساء الخير أميرة. إذن مساكم مشاهدينا، أخبار والاقتصاد من الجزائرية الإخبارية، أهلا بكم. بداية وتحفيزا وتشجيعا لأصحاب الابتكار والمؤسسات للإبداع خاصة في المجال الصناعي، شهد حفل توزيع لجوائز المسابقة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طبعتها 10 ومسابقة أحسن مخترع في طبعتها 23 تصنيف جوائز الفائزين إلى 3 مجموعات. فوزية تاج تفصل. التوجه نحو فرض المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في السوق والتشجيع التنافسي بينها يفتح المجال للابتكار والاختراع. شاركنا بابتكار مهم للغاية، ألا وهو جهاز آلي أوتوماتيكي يقوم بفرز وتعيين ونقل المواد الأولية المكونة لمادة الإسمنت مخصص لمصالح الإسمنت من أجل الحفاظ على العنصر البشري وكذا معدات المصنع. ومنتوجنا مهما كانت كمية الأتربة والطين، كل ما تاخذ الأمطار جرفوها للبالوعة يحميها ويخلي سريان المياه. ولأن الابتكار طريق نحو التنمية المستدامة، فإن تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمخترعين عبر مسابقات الاختيار الأفضل ودعمه يشكل أحد العوامل الرئيسية في الاستمرارية. حصلت على هذا الجائزة عبارة عن بناء على اختراع لآلة لفرز المواد البلاستيكية. في الحقيقة أي حافز ما هو إلا يعني دافع يعني للاجتهاد أكثر. التظاهرة مثل هذه راح تعطينا نفس وتعطينا فرصة باش نبينوا للناس المؤسسة تاعنا والنجاح تاعها. هذه تشجيع لنا ولكل الشباب الطموح الراغب في إنشاء مشاريع. تحفيزات تصنع مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار والتحول التكنولوجي في المجال الصناعي. أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية أمس الاثنين أنه بإمكان المؤسسات الصيدلانية للتصنيع الراغبة في إيداع ملفات الاعتماد أخذ موعد عبر الإنترنت ابتداء من 2 جانفي 2022، ويدخل هذا الإجراء في إطار الترتيبات المتخذة من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية حسب بيان الوزارة. وفي هذا الإطار اتخذت نيابة مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية إجراء يتعلق بأخذ موعد عبر الإنترنت من أجل إيداع ملفات طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية للتصنيع، وعليه فإن هذا الإجراء يدخل في إطار الترتيبات المتخذة من قبل وزارة الصناعة، ويتعلق الأمر بأخذ موعد عبر الإنترنت من أجل إيداع ملفات طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية للتصنيع. بولاية عين تيموشنت تمكنت إحدى المؤسسات الاستثمارية الناشطة في مجال صناعة القفازات الطبية والجراحية من اقتحام الأسواق الأوروبية. أحمد سلمي يفصل أكثر.
بطاقة إنتاجية تزيد عن 300 مليون وحدة سنوياً، والاعتماد في هذا على معايير الجودة العالمية هو ما أهل هذه المؤسسة بعين تيموشنت المختصة في إنتاج القفازات الطبية والجراحية إلى اكتساب خبرة كبيرة في عملية التصدير. في أوروبا بدينا من 2020 وال 2021 صدرنا لهم تقريبا ما يقرب عن 5 ملايين دولار، هذه كبداية، ولكن عن طريق فتح الوحدات اللي رانا دارينهم راح نروحوا للمنطقة العربية والمنطقة الإفريقية. أزيد من 600 عامل من بينهم 90 مهندسا وإطارات في ميدان المانجمنت، كفاءات تعول عليها المؤسسة لمضاعفة الإنتاج. ارتئينا في المشروع الجديد انتهانا بناء أكاديمية جديدة للتكوين، الآن أنا في 650، ولكن نضع تحدي بأننا نوصل إلى 3000 عامل. وهذا المصنع كنت سمعت به باللي راه فاتح الأبواب تاعه للعمل، وجيت وحطيت السي في تاعي كأي عميلة هنا وقبلوني. البراتيك نتعلموا هنا توجور في المصنع مع الماكينات اللي جبناهم، مع الخبرات اللي اكتسبناهم من عند الخبراء اللي جاوا داروا الانستالاسيون. من بعدها حنا مشينا المصنع وحدنا بخبرات جزائريه 100%. هذا المشروع الواعد يضاف الى سلسله المشاريع الاستثماريه بعين تيموشنت التي ساهمت في تموين خزينه الدوله في ميدان التصدير خارج المحروقات، بحيث على مستوى اللجنة المذكورة لجنة المساعدة لتحديد موقع طريق الاستثمارات تم اعتماد أكثر من 443 ملف بما توفر 18,000 منصب شغل وتكلفة حجم الاستثمار في حوالي 106 مليار دينار. 2 مليون و454 دولار اللي حقتها ولاية عين تيموشنت من تصدير من مختلف المنتجات، منتجات القفازات الطبية، منتجات الرخام، وكذلك منتجات الإسمنت، والمنتجات يعني هذه موزعة ما بين السوق الإفريقية والسوق الأوروبية. كما يتطلع أصحاب المؤسسة إلى إنتاج الكمامات الطبية والرفع من قدرة الإنتاج إلى 3 أضعاف، وهو ما سيسهم في ضمان الوفرة محليا في مجال الصناعة الصيدلانية. تمشيا والتوجه الاقتصادي الجديد للجزائر، عكفت الدولة على توفير جملة من التحفيزات والتسهيلات تشجيعا للمستثمرين من أجل تعزيز النسيج الصناعي الوطني وولوج عالم التصدير. الروبورتاج من سطيف مع سعيد بلونيس. الإجراءات الأخيرة ذات الصلة بملف الاستثمار وتذليل العقبات تجاهه بولاية سطيف شكلت دفعا جديدا للعديد من المبادرات والتدفقات الاستثمارية إداريا وولوجا للعقار الصناعي. مبادرة استثنائية لتشجيع الاستثمار رفقنا في أنه في اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات الإدارية. الإجراءات أفضت لبروز نسيج صناعي تكاملي من شأنه الرفع من نسبة الإدماج وحركة المنتوجات والاستغناء عن الاستيراد وفتح آفاق التصدير. أنشأنا هذه شركة في صناعة مواد التغليف تاع الدواء حسب المقاييس العالمية والمقاييس بالطبع لوزارة الصحة. هي وحدة إنتاجية ذات قدرة إنتاجية عالية تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6 مليون وحدة سنويا، وقادرة على تلبية ما يقارب 50% من السوق الوطنية. منتجاتنا متمثلة في أشرطة القياس السكر في الدم، اختبار المناعي، ومولد الضد لفيروس كورونا. الإجراءات ذاتها مكنت أيضا من دخول أغلب الوحدات مرحلة الاستغلال بعد المنافقة الفعلية المدروسة والسريعة للدولة لهذا الملف الاستراتيجي بكل تداعياته. نرانا كنا في قعبير واليوم الحمد لله فتحنا السيد رئيس الجمهورية حللنا العراقيل هذه. رخصة الاستقلال ما بقاش رخصة الاستغلال. البارح كان عندنا اجتماع مع السيد الوالي على الساعة 7 خرجت. قال لي السيد الوالي غدوة عندك على 10. والحمد لله وفاء وموجود عندي. قررنا باش نمكن ما يفوق 84 مشروع برخصة استغلال استثنائية. أقول رخصة استغلال استثنائية كما قررها السيد رئيس الجمهورية، وهذه ستسمح لنا من خلق ما يفوق 12,000 منصب شغل مباشر.
الإجراءات المتخذة وكذا تلك المتعلقة بالعقار الصناعي تجعل من القطاع الصناعي من أهم روافد التنمية المحلية التكاملية والمستدامة. وبغرض مرافقة المستثمرين وضمان سيرورة الإنتاج، إجراءات استثنائية تم الشروع في تجسيدها للتخفيف من وطأة جائحة كورونا على المتعاملين الاقتصاديين. العينة من ورقلا مع خالد بن جرينا. شركة مواد البناء والأشغال العمومية والباطنية بورقلا إحدى المؤسسات التي استفادت من قرار إلغاء الغرامات المالية الخاصة باشتراكات الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن التدابير الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على المتعاملين الاقتصاديين. القرار ساعد المؤسسة على ضمان الاستمرارية. هذا القرار ساعدنا في أنه نحافظوا على الاستمرارية تاع الإنتاج تاعنا، لأنه يعني تلقينا هذه التسهيلات مما خلانا أن نواصلوا في بدون تصريح العمال، يعني باش نواصلوا في الإنتاج تاعنا. تدابير استثنائية تأتي في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته الدولة في سبيل مرافقة الشركات المتأثرة من جراء الجائحة. كثير من الزبائن عندي في المكتب لقوا ترحيب كبير جدا بهذا الأمر، وقاموا بتسوية الوضعية تاعهم تجاه الصندوق. يلزم الشركات التي لها ديون تجاه صناديق الضمان الاجتماعي بتسديد الاشتراكات الأساسية مقابل الإعفاء التام لغرامات وزيادات التأخير، أو قيامهم بجدولة لديونهم حسب الفترات التي يرونها مناسبة. يجدر بالذكر أن الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية يختص بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. في موضوع آخر، أفادت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها اليوم أن القرار الوزاري المشترك المتضمن للائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي كودبار على المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، غير أن المنتجات المستوردة التي كانت محل توطين بنكي قبل لهذا التاريخ غير معنية بذلك حسب الوزارة، التي دعت المستوردين المعنيين للتقرب من المديريات الجهوية والولائية للتجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة أو الصناعة أو تصفح الموقع الإلكتروني للوزارة. تدعيما للزراعات الاستراتيجية وعلى رأسها السلجم الزيتي المادة الأولية لصناعة الزيوت النباتية، لقاء جهوي بولاية سكيكدة جمع 10 ولايات من شرق الوطن، شرح خلاله المختصون آلية دعم هذه الشعبة تشجيعا للمستثمرين على خوض تجربة زراعة السلجم الزيتي. تفاصيل أكثر مع عائشة بوبريق. في هذا اللقاء الجهوي يشرح المختصون آلية وطرق تشجيع المستثمرين الفلاحين على زراعة السلجم الزيتية، هذا النوع من الزراعة الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة لتخفيض فاتورة استيراد هذه المادة الأولية لصناعة الزيوت النباتية. استراتيجية وزارة الفلاحة أو الدولة الجزائرية كان جاء ضمن ورق الطريق في الموسم الماضي، يعني جسدنا 3300 هكتار من السلجم الزيتي اللي كانت فيها حوالي 1000 هكتار من البذور، وفي الموسم الحالي ان شاء الله راحين نحاولوا باش نجسدوا اكثر من 30000 هكتار. جمعنا عدد كبير من الفلاحين لنعطيهم الجديد اللي جاءت به وزارة الفلاحة، خاصة في يخص زراعتين استراتيجيتين مهمتين جدا اللي هما السلجم الزيتي وشمندر السكري. السيد بولمناجل وبعد نجاح تجربته في زراعة السلجم الزيتي العام الماضي ها هو اليوم يستفيد من إحدى آليات الدعم الفلاحية. أنا جيت هنا عندكم السيارة ما بهن سوري، عندي هكتار ونص تاع كولزا. احنا رانا نقدموا لك خدمات من اكتتاب العقد تاعك حتى للنهايه تاعو، ونرافقوك بالوسائل تاعنا وبالدعم تاعنا والامور التقنيه. دوك المدام رئيس المصلحه دوك هي تزيد تفيدك بها اكثر.
راح يكون تأمين على مدة سنة، التعويضات راح يكون على الروندمون اللي شحال راح دير تديكلاري روندمون. إذا كان في البداية راح تكون زي إذا كان وصلنا لمرحلة الإنتاج راح يكون تعويض على الروندمون اللي ديكلاري. رافقنا بعدها هذا المستثمر وتابعنا عملية زرع هذه النبتة. وإحنا مدى بينا إن شاء الله هذا البذور هذا تاع السلجم مدى بينا إن شاء الله يجيب لنا خير كبير. نعم اللي فتح جاب لك؟ جاب الخير والبركة. كاين اللي جاب 22، كاين جماعة جابوا واسمو جابوا 20 قنطار في الهكتار، وكاين اللي جاب 14 قنطار ونص في ولاية سكيدة. زراعة استراتيجية من شأنها المساهمة في تطوير المنتوج المحلي وكذلك المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد. فلاحيا دائما تمكنت ولاية الوادي من ولوج عالم الصناعات التحويلية خاصة في مجال تعليب وتنظيم تسويق التمور، أما ما أهلها لتصدر المناطق الأكثر مردودية فلاحيا. الروبورتاج لمحمد العيد البيهي. في غضون السنوات الأخيرة ومع انتشار مصانع التمور في مختلف مناطق ولاية الوادي، تجد بعض المؤسسات العمومية ضالتها في توسيع حركتها الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة منها بميدان التبريد وتصدير المنتوجات الفلاحية التي تشتهر بها الجهة. بدأ نشاط هذا المصنع سنة 2019، حيث تعتبر المتوسطية للتبريد مكسب لولاية الواد من خلال توفيرها لخدمات للمصدرين والفلاحين، وكذلك هذا المصنع ساهم في امتصاص نسبة البطالة من خلال توظيف 100 عامل كمنصب دائم، ونعمل حاليا على مضاعفة عدد العاملين فلاحين أنه بإمكانهم تخزين منتجاتهم الفلاحية التمور والبطاطا بأسعار مدعمة وتقديم الخدمات ذات معايير مقبولة في الخارج. المتوسطية للتبريد والتي أنشئت قبل 4 سنوات تسعى جاهدة باقتحامها مجال التصدير للتوغل أكثر في السوق الدولية. تشهد المتوسطية للتبريد الكثير من العمليات المكثفة من تصدير مادة التمور، فعلى سبيل المثال لدينا ما يزيد عن 12 حاوية، منها 5 إلى ماليزيا و6 إلى بنغلاديش متعامل خاص وحاويتين إلى إسبانيا. المتوسطية هذه المؤسسة العمومية الرائدة في توظيف التمور وتخزين البطاطا وغيرها من المنتوجات الفلاحية تساهم أيضا في امتصاص البطالة. إلى مؤشرات الأسواق العالمية، حيث يتوقع أن تتجاوز نسبة التضخم في روسيا بحلول نهاية العام الجاري نسبة 8% حسب ما أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نيبيلوليلينا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب في وقت سابق عن رضاه عن عمل حكومة بلاده والبنك المركزي لهذا العام، وذلك على خلفية النتائج والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية كانخفاض الدين الخارجي إلى نحو 4% وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى نسبة 4.5%. أغلقت الأسواق المالية الأمريكية تداولات أمس على وقع ارتفاع ملحوظ للمؤشرات الأساسية ولا سيما ستاندرد أند بورز 500 الذي حطم أرقاما قياسية. وعند إغلاق الأسواق ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1.38% إلى 4791.19 نقطة، شأنه شأن مؤشر داو جونز الصناعي الذي قفز بنسبة 0.98% ليصل إلى 2.38 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 1.39%. وتأثرت تداولات أمس ببيانات مبيعات التجزئة التي ارتفعت منذ الأول نوفمبر بنسبة 8.5%، كما تراجعت أسهم شركات الطيران والسياحة على خلفية إلغاء الرحلات بسبب انتشار سلالة أوميكرون.
إلى مستجدات أسعار النفط الدولية، ارتفعت أسعار النفط اليوم قرب أعلى مستوى لها في هذا الشهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع قبل نهاية العام. وزادت العقود الآجلة لخام برانت بنسبة 1.43% إلى مستوى 79.34 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.05% إلى 76.35 دولارا للبرميل. إلى أسعار المعدن الأصفر، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.48% عند مستوى 1817.50 دولارا للأوقية، على الرغم من قوة سوق الأسهم الأمريكية حيث يراقب المستثمرون تأثير متغير أوميكرون على الاقتصاد. ختام النشرة الاقتصادية، هذه إطلالة على مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نتابع. ختام موعدنا الاقتصادي، عودة إلى الزميل العربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في الظهيرة أيضا إطلالة سياحية من خلال فقرة زوم، نذهب فيها معا إلى وادي ميزاب والتعرف على المنازل التقليدية. إذن المنازل التقليدية بوادي ميزاب تراث يحكي عراقة وأصالة للمنطقة كلها، تقول نادر مدلي. المنزل التقليدي الميزابي في الزمان القديم هو مجال حيوي للمرأة الميزابية، لأنها مرأة مربية ماكثة في البيت، فمنحت لها هندسة معمارية خاصة حتى تحافظ على تقاليدها وعلى دينها وأن تشتغل بكل راحة وبكل امتياز في خدمة المنزل والأسرة التي هي النواة الرئيسية في المجتمع. نلاحظ في هذا المنزل التقليدي القديم الذي هو ما زال على الطابع القديم، وما يدل على ذلك هو اللون الأبيض والمواد الطبيعية التي بني منها هذا المنزل. فنجد الجبس والجير، وهي مواد تقليدية تستخرج من المنطقة تتأقلم طبيعيا مع المناخ. يعتبر المنزل الكبير هذا اللي فيه أربع أرصات، لماذا أربع أرصات؟ لأنه يمنع على أي غني أن يبني منزلا أكثر من أربع أرصات. علاه؟ لأن هذه المنطقة منطقة مشهورة بالتلاحم الاجتماعي. فنجد في هذا المنزل، الملاحظة الأولى، هناك شباك للتهوئة في الطابق الأول ثم كذلك في الطابق الثاني. فنجد أن الشمس منذ أن تشرق إلى غاية مغيبها لها وجود داخل المنزل. وكذلك نجد هذا المنزل التقليدي موجود الموقد التقليدي عن طريق الحطب، وكذلك نجد أماكن تختلف حسب عدد أسرة هذا المنزل. فنجد هذا الصالون الصغير اللي هو تيزفري، خاص بتجمعات النساء لما يأتون من الجيران فلهم مجال خاص اللي هو تيزفري، لأن الرجل عندما يدخل يستأذن يتركون له المجال للمرور إلى غرفته في الطابق العلوي. لاحظ في هذا المنزل موجود ما يسمى الرحاب اللغة الدارجة، الرحال اللي هو ضروري لضمان المؤن التي تحتاجها الأسر في هذا المنزل أو في الجيران الذين هم متلاصقين مع هذا المنزل. فنجد هنا صاحب الدار وضع يعني اثنان من الراحة، واحدة له في الداخل والأخرى تكون في تقريبا في البهول الأول في المنزل. لماذا؟ لأنه لا يريد أن تطحن مؤن الجيران في راحه حتى لا يسقط جزء منها، فيعتبر لديه أكل حرام. فكل أسرة لها بنات، يجب على ربط تلك الأسرة أن تضع لهم نوع من أنواع الزربية اللي هي كبيرة جدا، تتكون حوالي من 10 أمتار
الطول وعرض ربما متر و90 سنتيمتر. إطلالتنا السياحية أيضا مشاهدينا الكرام متواصلة من خلال فقرة سفر التي تأخذنا في جولة سياحية إلى ولاية توغورت. الروبورتاج للزميل حمو باعلي وعمر والقراءة للزميلة خديجة طهر عباس. ما لتوغورت وما جاورها. فالمنطقة ما تزال تحتفظ بمعالم تاريخية وحضارية تعتبر من قبل الباحثين الأثريين عناصر ثابتة للهوية، كالجامع العتيق الواقع بمحاذاة قصر مستوى القديم الذي هجره السكان الأصليون بعد انهيار عديد المساكن نتيجة الظروف. ومن أجمل المناطق السياحية بوادي ريغ بحيرات المجارين التي تبعد بضعة كيلومترات من توغورت، تشكلت قديما من بقايا الوادي الذي كان يمر من هنا.
يقول عنها المختصون إنها من بين أجمل المناطق الساحرة في الصحراء الجزائرية، والتي تجمع بين الإرث التاريخي والخضرة الدائمة نظرا لموقعها على ضفاف وادي ريغ وتوسطها لواحات النخيل المنتشرة عبر الإقليم. نحن الآن بالقرب من بحيرة تماسيب، والتي تعد واحد من المعالم الأربعة التي تزخر بها السياحة في تماسيب. هذه البحيرة هي من بقايا وادي ريغ. وادي ريغ كان يمشي على وجه الأرض ويسقي الزرع والدرع. ينبع وادي ريغ من قرية الجوق ويصب في المغير، في شط المغير. ولما جف وادي ريغ ترك في مجراه مجموعة من البحيرات، من بين هذه البحيرات بحيرة جوق، وهذه البحيرة وبحيرتان بالمقارين وبحيرة العين الخضراء. يعني لو نمسح المنطقة مسحا جويا تظهر لنا هذه البحيرات. والبحيرة هذه قديمة جدا والناس يعرفونها، وتشكل كما ذكرت مع هذا الجبل الذي نسميه جبل بحمار وفي غور، تشكل عند المساء وعند الغروب لوحة فنية بديعة جدا، يجد أو الرسام فيها إلهاما. إذن مشاهدينا الكرام، ظهيرة متواصلة معكم، وفيها أيضا وفي ختامها طائفة من الأخبار الرياضية تسحبنا فيها اليوم الزميلة سهيلة معوش. شكرا لك العربي. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى جوله رياضيه. بدايه، باشر المنتخب الوطني لكره القدم امس تربصه بالعاصمه القطريه الدوحه استعدادا لكاس امم افريقيا بالكامرون 2021. التربص تتخلله مقابلتان وديتان، الاولى يوم الفاتح جونفي امام منتخب غامبيا، والثاني في الخامس من الشهر ذاته امام منتخب غانا، قبل شد الرحال الى الكامرون لبدايه رحله الدفاع عن اللقب القارية. في خبر آخر، أوقعت قرعة دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم التي سحبت اليوم بمقر الكاف بالقاهرة، أوقعت شباب بلوزداد ووفاق سطيف في مجموعتين صعبتين، حيث يواجه وفاق سطيف في المجموعة الثانية الرجاء البيضاوي أوريال غيني وأمازولو الجنوب أفريقي، وسيواجه شباب بلوزداد في المجموعة الثالثة الترجي والنجم الساحلي التونسيين وجوانين جالاكسي البوتسوانية. في بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم لعبت اليوم الجولة العاشرة، تصدرها الديربي العاصمي بين شباب بلوزداد والضيف اتحاد الجزائر، التي حافظ فيها الشباب على صدارته ب 23 نقطة عقب فوزه على اتحاد الجزائر بهدف لصفر سجله بوردين في الدقيقة 80. مباراة ضيع فيها أيضا الاتحاد ضربة جزاء نفذها عبد الكريم زواري في الدقيقة 48.
وداد تيليمسان انهزم على أرضه بثلاثة أهداف لهدفين أمام شبيبة الثورة ليواصل بها أبناء الجنوب سلسلة نتائجهم الإيجابية مسجلين بها الفوز الرابع على التوالي، فيما تكبد الوداد الخسارة الرابعة تواليا. وكان ضيوف السباقين إلى مجال التهديف في الدقيقة 33 عن طريق ضربة جزاء نفذها اللاعب الحمري، وأضاف ساعد الهدف الثاني عند الدقيقة 45، فيما قلص الفارق لأصحاب الأرض بنوة في الدقيقة 62 قبل أن يعمق الفارق ساعد في الدقيقة 84، وسجل الهدف الثاني للوداد غالي زيرارغا في الدقيقة 89. في الجولة العاشرة تمكن أتلتيك بارادو من إبقاء نقاط الثلاث على أرضه بالفوز على وفاق سطيف بملعب دار البيضاء بهدف 0 سجله موالي في الدقيقة 51. وعرف اللقاء أيضا طرد مدافع نادي بارادو طارق بوعبطة في الدقيقة 76. مباراة أخرى حقق فيها سريع غليزان فوزا مهما على أولمبي المدية بهدفين لهدف بعد تراجعه في النتائج خلال الجولات الفارطة، وسجل هدفي الرابيد اللاعب بالغ عن طريق ضربة جزاء نفذها في الدقيقة 21، وأضاف الثاني في الدقيقة 61، فيما قلص الفارق لأبناء التيتري اللاعب باعلي في الدقيقة 67. على ملعب بن عبد المالك رمضان بقسنطينة استضاف الشباب المحلي نصر حسين داي في مواجهة لم تكن سهلة على الطرفين إلا أنها انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف، وافتتح باب التسجيل النصري حمزة بانوح في الدقيقة 73 قبل أن يعدل الكفة كوكبو بعد 3 دقائق من ذلك، وأضاف اللاعب ذاته هدف الفوز في الدقيقة 89. مباراة أخرى تلعب في هذه الأثناء بين مولودية الجزائر وأمل الأربعاء، حيث تشير النتيجة الآنية إلى تقدم مولودية الجزائر بهدف لصفر سجله سامي فريوي عند الدقيقة 32. مباراة أولمبي يشلف وشبيبة القبائل هي الأخرى تلعب الآن، وتشير نتيجتها إلى التعادل السلبي في الشوط حيث انتهى الشوط الأول على واقع التعادل السلبي. أما مباراة مولودية وهران وهلال شلغوب العيد فستلعب مساء اليوم في تمام الساعة 6. بعيدا عن كرة القدم، نادي المرادية المعروف بالرامة مدرسة عريقة تضم العديد من الاختصاصات الرياضية، يمتد وجودها إلى سنة 1947 من طرف الشهيد البطل القائد دوش مراد. رشيد ميكيداش زار الفريق وأعد الروبورتاج التالي. هي مدرسة ولادة أنجبت عديد الأسماء التي شرفت الجزائر في مختلف الرياضات، لكن الضوء اليوم سلطناه على فريق كرة السلة الذي نال البطولة الوطنية عام 67-900 وأصبح يعاني من نقائص كثيرة رغم امتلاكه لعدة مواهب تحتاج المرافقة والدعم حسب رئيس الفرع. احنا يد واحدة ما تصفق. احنا في الزمن الماضي كان عندنا هاد الصاله اللي راكم تشوفوا فيها كانت ملعب، ودرك الحمد لله عنده 4 سنين ملي هاد القاعه اللي خدموها الملعب خدموه قدامنا ولات قاعه الحمد لله يا ربي. وانما كاين نقائص في هاد القاعه، كاين لونتروتيان اللي راك تشوف كيفاش راهي الصاله، كاين نقائص اللي احنا ان شاء الله ماذا بينا من المسؤولين هذوما للمحليين تاع بلديه المراديه يعاونونا باش هاد النقائص هذوما يصلحوهم لنا. كاين نقائص كبيره. من النقائص هذه عندنا الامكانيات، ما عندناش بزاف امكانيات وما عندناش بزاف لي كرينو دونطريمون، دونك كما قال الرئيس انا اون ايمري بيان كو لا كومون تاعنا البلديه تاعنا يعني تعاوننا بحصص ولا بديكرينو في القاعه. عندنا 2 قاعات في البلديه تاعنا عاديه، وحنا نستغلوا غير في القاعه هذه
3 ايام في الاسبوع، يعني ما تكفيش. وعندنا لي كاتيجوري، عندنا من ايكول حتى جونيور غارسون، دونك عندنا بزاف لي كاتيجوري و بو دو كرينو. ومن بين اهداف الفريق المستقبليه اعاده احياء صنف الاكابر من جديد والمنافسه على الالقاب. احنا رانا حابسين حتى الكاتيجوري، عندها توتلي كاتيجوري من بوسان ايكول حتى الجينيور. مي المسعى والهدف الحقيقي تاعنا هو نعاودوا ان شاء الله نحييو لي سينيور ان شاء الله، ونعطيو لها باش نعاودوا نحييو الفريق الراما ان شاء الله. الكثير من الصعاب والعوائق تصادف فريق المرادية لكرة السلة، لكن رغم ذلك سقف الطموح لا يزال عاليا بالنسبة للقائمين والساهرين على هذه المدرسة العريقة. والقراءة لهذا التقرير كان للزميل أحمد صويلح. ونختم ببورتري هذه الجولة الرياضية، حيث خصصنا لأحد المواهب الشابة التي ولجت عالم الجيدو منذ صغرها. شاركت في مختلف الدوريات والبطولات القارية والإقليمية وحازت على ألقابها. لبنى نجاعي المصارعة الجزائرية تطمح للوصول إلى العالمية وتحقيق ألقاب دولية أخرى. رشيد ميكيداش زار البطلة وأعادته. معكم مصارعة نجاعي لبنى في فريق شباب الرياضي لرئيس حميدو، ومصارعة في المنتخب الوطني أواسط، متحصلة على عدة ألقاب وطنية ودولية. الخميرة خفولي داوني القاعة الجيدو كان طابي وغير الكبار غير الكبار، وانا غير نشوف هكا وعجبني الحال، ماشي زعما خفت ولا سبور دو كومبا، انا لا حبيته وحبيت هكذا. زدت موراها عام دخلوني الكلوب في حومتي كلوب سيراراج، دخلوني اونترينمون زدت يعجبني، وليت نحس روحي الاز مع الشيوخ تاوعي، شغل كانوا كيما نو بارون الحق، شغل كنا بزاف الاز، والحمد لله دوكا راني في المنتخب الوطني. حصلت على لقب بطلة الجزائر عدة مرات، ومنها اللي سمحت باش نروح للفريق الوطني، وبالفريق الوطني ثاني اللي قدرت نروح لي كومبيتيسيون انترناسيونال، منها تاع السنغال داكار ومنها تونس. تحصلت على لقب بطلة افريقيا، وتحصلت على ميداليات عدة ميداليات في تورنوا تاع تونس. بلوس دو سا كلاسيت، وانا كنت كادت، كنت نكلاسي مع اللي كبار عليا، اللي كبار مني، لي جونيور ولي اسبوار، كنت طلعت توجور بوديوم. كيما كاين مادا بيا ان شاء الله نبارتيسيبي ونتحصل على ميداليه تاع الشامبيونات دافريك اللي حتكون هنايا في الجزائر، بلوس لي جو ميديتيرانيان اللي حيكونوا هنايا ان شاء الله نتحصل على ميداليه. كومبيتيسيون هنايا في بلادنا في الجزائر، كاين ميديتيرانيان وكاين شامبيونا دافريك وعدة منافسات أخرى. ماذا بينا يمدوا لاشونس لي جون تالون كيما أنا بيرسونالمون نهضر على روحي، ماذا بينا يمدوا لي لاشونس وإن شاء الله نجيب الميداي دوغ لبلادنا، بوكوا با هنا في بلادي وإن شاء الله في بلادي. نشكر جميع إنسان عاوني وقف معي لو كان بكلمة ولا بضحكة، ونشكر الكلوب تاعي القديم لوسما يعطيه الصحة، ونشكر ثاني كلوب تاعي جدلاني فيه تاع الصغر سيراش. نشكر لزونخينا تاعي لهم واقفين معي دوكا، منهم الشيخ رحيم الشيخ عابد
والبريزيدون تاعنا الشيخ مرح، ونشكر كاع زميلاتي اللي عاونوا فيا وكامل. وختامها مسك نشكر لا فامي تاعي اللي راهم يساندوني على شاك فوا، وبيان سور خويا رفيق. بالتوفيق للبنى تجاعي في مشوارها الرياضي وكذلك في مشوارها الدراسي، وتمنيتنا لها النجاح والألقاب عديدة في مختلف الاستحقاقات المقبلة. مشاهدنا الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام الجولة الرياضية. شكرا على المتابعة، وديلك العربي. شكرا لك سهلية، وتمنياتنا إن شاء الله للبنى النجاعي بالذهبية في الألعاب المتوسطية بإذن الله بوهرة بحول الله تعالى. والشكر موصل إلى كل القائمين على صقل المواهب الرياضية الجزائرية. بهذا نأتي معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا العدد من الظهيرة، نلقاكم على خير وبخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.